صباح الخير على كل المصريين بيشوفونا على شاشة تلفزيون مصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا جازلي. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. دايما احنا كده بنردد وبنقول ان الحياة الزوجية عبارة عن مشاركة، الزوج بيشارك زوجته في كل حاجة، والعكس أيضا في كل الأوقات، في كل المناسبات، في كل الظروف. هي الحياة الزوجية عبارة عن مشاركة مبنية على الحب، مبنية على التفاهم، مبنية على الود. في الأعمال المنزلية والمتعارف عليه عندنا إن الست أو الزوجة هي اللي بتقوم بالأعمال المنزلية، ودي حاجة لا خلاف عليها، يعني دي حاجة معروفة عندنا كلنا، يعني إن الست هي اللي بتقوم بالأعمال المنزلية. مساعدة الزوج للزوجة في الأعمال المنزلية، هنا الناس انقسمت إلى جزئين. حد شايف إن ده بينتقص من قوامته، من رجولته، وانا ازاي ان انا اساعد زوجتي في شغل البيت، انا ماليش دعوه، انا اشتغل بره واجيب فلوس وهي في البيت تعمل شغل البيت، تروق، تطبخ، تاخد بالها من العيال، تعمل كل حاجه متعلقه بالبيت وانا بشتغل بره. وفي ناس تانية بتساعد، في ناس تانية بتمد ايديها في كل حاجه، وهنا الناس دي الحقيقه يعني كل الشكر ليهم طبعا بكل تاكيد، وبيضربوا نموذج مهم جدا، وواخدين قدوتهم سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. بكل تاكيد احنا مش هنبقى احسن من سيدنا النبي. سيدنا النبي كان بيساعد اهله. سيدنا عائشه كانت بتقول ايه؟ ان النبي عليه الصلاه والسلام كان في مهنه اهله. يعني ايه كان في مهنه اهله؟ يعني كان بيساعد اهله، زوجاته يعني، في شغل البيت، على الرغم انه كان بيقوم طول الليل، وبالمناسبه كان فرض عنده، مش زينا مثلا تطوع، لا، قم الليل الا قليلا، فكان بيقوم طول الليل وكان عنده مسؤوليات بالنهار، لكنه في نفس التوقيت كان بيساعد اهل بيته. النبي عليه الصلاه والسلام كان بيساعدهم في كل حاجه، واحنا عارفين ان في احاديث كتيره جدا. ستنا عائشه برضو كانت بتقول ان هو كان يرقع ثوبه، كان يخصف نعله، كان يحلب شاته، فالنبي كان بيساعد زوجاته في شغل البيت. هل ده ينتقص من قوامه الرجل او من رجولته او من سيطرته في البيت او 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 او؟ بكل تاكيد لا. سؤال حلقتنا بيقول هل بتساعد مراتك في شغل البيت ولا لا، وايه المهمه اللي انت بتعرف تعملها؟ عايزين ناخد راي جمانه في الموضوع ده. بساعد مراتي في البيت لا، ناخد رأيك في الموضوع. ما قلتش جمانة بتعمل ايه، قلت ناخد رأي جمانة في الموضوع ده، في مساعدة الأزواج لزوجاتهم في شغل. لا طبعا، طبعا أكيد لازم يساعدوا، ده أكيد لازم يساعدوا في شغل البيت. مش فكرة إن هو يساعده عشان بس ما ندخلش في الحتة بتاعت فرد مش فرد، هل على الزوجة كذا وهل على الزوج كذا، عشان ما ندخلش بقى في السكة دي خالص خالص. احنا بنتكلم بس بالمنطق، وزي ما شاذلي قال، لو هناخد سيدنا الرسول، طبعا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اسوه، يعني اكيد هنساعد. ايه المشكله اما نساعد طول ما احنا قاعدين؟ حتى مش مراتك في البيت، والدتك، والدك، ايا من كان في البيت، ايه المشكله ان احنا نساعد؟ ليه ما يبقاش في روح المشاركه كده بينا وبين بعض؟ عايزه بس انا اقول لك على حاجه يا شاذلي، يمكن ناس كتير هتستغرب اللي انا القصه اللي هحكيها لك دي. انا عندي اخين ولدين اكبر مني بكتير، يعني اللي في النص اكبر مني بحوالي 19 سنين. لما كنت باجي اساعد ماما مثلا اغسل مثلا معاها حاجه في المطبخ، اعمل حاجه، هم كانوا بيتضايقوا، يعني هم ما كانوش بيحبوا ان انا مثلا اساعد في البيت. هم بالعكس على فكره ممكن هم اللي يقوموا يساعدوا ماما،
لو مفيش حد بيساعدها في الصغيره قوي بيدلعوها يعني حاجه زي فهم ما كان يعني مش عشان حاجه, هم بجد كان الموضوع بيضايقهم زي ما انت كنت تقولين يمكن كانوا شايفيني الصغيره فيعني لا خلاص خليك انت احنا ممكن نساعد احسن. ايه المشكله ده بالمناسبه ما طلعنيش شخصيه مش مسؤوله ولا شخصيه مش عارفه تمد ايدها في البيت زي ما بيقال خالص, بالعكس خلاني اشوف يعني انه لا حلو ان الراجل يساعد, حلو ان الراجل يكون ليه دور, حلو كمان ان انا يكون ليا دور. الفكره كلها بتبقى في الاحساس بالمسؤوليه من غير ما حد فينا يجي على مسؤوليه التاني او انه يجي على الشخص التاني او يفرض فروض او واجبات على الشخص التاني. صح. الموضوع تماما مش فرض. ولو هنتكلم بفروض يعني لو هاجي اقول مثلا شاذلي انت المفروض عليك كذا, بما اني اسست لفروض يبقى انا كمان اسست لنفسي انا كمان فروض. لكن لو هنتكلم في المشاركه فشاذلي هيشارك في البيت والستات هتشارك في البيت وكلنا هنشارك بعض في البيت والدنيا هتمشي لطيفه, بعيدا تماما بقى عن الجزئيه اللي احنا دخلنا فيها بقالنا فتره كده الست عليها فرض تعمل كذا, لا مش فرض تعمل كذا, لا الراجل المفروض عليه كذا, لا الراجل لا خالص على فكره الراجل مقتدر وقادر انه والله يساعد ان كان بفلوسه انه يجيب لزوجته حد في البيت ان هي تساعده اهلا وسهلا. الراجل مش مقتدر الست طبيعي جدا انها تساعده. كل دي حاجات كمان بتقدر يعني كل دي حاجات يا شاذلي بنقدرها لبعض. صحيح. يعني انا ما اعرفش ايه اللي دخلنا هنا ومش عارفه مين اللي اسس لفكره ان الراجل ان كان زوج او اخ بقى انه ما يقومش يساعد في البيت. انا مش عارفه احنا جبنا الموضوع ده منين. لا عادي جدا الاخ بيساعد والاب بيساعد والزوج بيساعد, فين المشكله؟ انت عندك مشكله؟ لا خالص اطلاقا على فكره انا متفق معاكي جدا في الموضوع ده. حتى لو ما عنديش وقت ان انا اساعد فعلى الاقل كلمه شكرا في حد ذاتها على تعبها مثلا في البيت. كلمه كويسه, ابتسامه, تسلم ايدك انت تعبتي, يعني حتى لو ما عنديش وقت. وبالمناسبه هي جمانه كانت بتتكلم في نقطه مهمه جدا ان انا ما احطش قواعد في الموضوع ده, ما اجيبش ورقه وقلم واكتب الزوج 1 2 3 4 الزوجه 1 2 3 4 الدنيا مش ماشيه كده خالص. لا طالما انا بعمل حاجه بعملها بحب فانا هعملها وهتطوع وهزود كمان. فعشان كده لما بدانا الكلام بنقول ان الحياه الزوجيه مبنيه على ايه؟ المشاركه اللي مبنيه على الحب والتفاهم. طول ما في حب وتفاهم فهتلاقي ايه الناس بتساعد بعض, هتلاقي الزوج بيساعد لو عنده وقت بالمناسبه, لو ما عندوش برضه ضغط, لو ما عندوش. عايزين برضه نركز على الموضوع ده يا جمانه, يعني الزوجه برضه احنا قلنا ان الزوج لازم يساعد وكل حاجه, بس الزوجه لو شايفاه مثلا راجع من الشغل مجهد ما تفرضش عليه بقى, ما تقولش قوم خد المكنسه وخد لك لفه يعني ما يرضيش حد برضه يعني ما يرضيش حد يعني. طب ما هي برضه ممكن تكون هي كمان جايه من الشغل تعبانه, ما هي دي اللي بقوله لك المواءمه يعني نشوف ونقدر ظروف بعض. هو جاي من الشغل وارد كمان تكون هي جايه من الشغل عادي جدا. ايوه ماشي. انا لا انا بتكلم عن كيس معين ان هي ما بتشتغلش. اشمعنى الكيس دي تحديدا؟ اشمعنى الحلقه دي تحديدا؟ المهم ان احنا لازم نساعد. يعني عامه يا شاذلي بالنيابه عن كل السيدات والزوجات احب اشكرك عامه على مساعدتك في البيت. اه طبعا لا بساعد والله, انا متعور السكينه معوراني والله. شفت البدن بتشوف ايه؟ اه كل ما ادخل المطبخ كل اتفضل اطلع بره. لا بس انت بتحب الاكل. بس عندي حاجات غير, عندي غير بحب الاكل والله, عندي حاجات فعلا انا اللي بعملها. انا بعمل الفطار مثلا, انا بحضر الفطار بالمناسبه. هي انا بعمل السلطه. هي السلطه يعني بس اشمعنى تحديدا السلطه؟ اه يعني اعمال خطيره فيها سكينه وبتاع الحاجات الخطيره دي برضو محتاجه حد يكون حكيم طب وبالنسبه للكيس بتاع الـ 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 النفايات كيس الزباله بتعمل فيه؟ لا طبعا لا طبعا ده من الحاجات المهمه جدا انا اشتغل على نفسي الفتره الجايه في الموضوع ده. ما هي دي الفكره زي ما كنا بنتكلم انه بجد لو حطينا فروض بين الزوج والزوجه ده بقى عقد, شلنا بقى خالص منه المودة والرحمة والتقدير والمواءمة, شلنا كل الكلام ده وبقينا واحد اتنين تلاتة. واحد اتنين تلاتة دي يعني معنى كده لو الزوجة تعبانة مش محسوب ومش مقدر, لو الزوج والله ظروف الشغل ولا هو تعبان أثرت معاه مش مقدر برضو ومش محسوب, ما هو عقد احنا بنتكلم بقى هنا في عقد. فبالتالي أعتقد إنه الحياة الزوجية مشاركة ومودة ورحمة, نساعد بعض على قد ما نقدر من غير مش يعني من غير ما حد يجي على التاني برضه, عشان احنا احيانا يا شاذلي عارف لا انت المفروض تعمل كذا. صح. ولا اصل انت مش تعبانه انت بتتدلعي. لو بيحبوا بعض مش هيقولوا كده. بالظبط كده. أوه. يعني نقدر ظروف بعض وعرفنا شاذلي اهو بيساعد, ويعني انا مش هقدر اشارك قوي في الموضوع ده لكن بشارك وجهه نظرك في الموضوع. اللي جاي يساعد ان شاء الله. فهنشوف انتوا قولوا لنا كده انتوا رايكم ايه, بتساعدوا زوجاتكم في شغل البيت ولا لا؟ شايفين اصلا ان الرجاله ينفع تعمل ده ولا لا؟
وايه المهمه اللي انت ممكن تكون بتعرف تعملها في البيت. بالمناسبه يا شيخ، بصيت على بعض التعليقات كده على سؤال الحلقه، شفت تعليق غريب جدا، واحد كاتب او حد كاتب انه والله لو هي بتساعدني في شغلي كنت ساعدتها انا في شغل البيت. ايه العلاقه؟ ايه العلاقه ما بين ده وده؟ يعني بقول لك سيدنا النبي كان بيساعد في شغل البيت، بيساعد زوجاته في شغل البيت، وكان عنده مسؤوليات طول النهار، وكان بيقوم طول الليل او نص الليل، وما كانش بيقول ان زوجاته ما بيساعدهوش فبالتالي هو مش هيساعد. يعني ايه العلاقه؟ يعني انت ازاي اصلا تفكر في حاجه زي دي؟ لا طبعا الفكر ده مرفوض تماما. وفي نقطه كمان عايز اتكلم فيها، ان انت تقدر الزوجه، بمعنى انت لو في مره رجعت من الشغل لقيتها مش عامله اكل، ومش هقول لك ان هي تعبانه، هي مرتاحه اليوم ده، هي مش تعبانه يعني مش مريضه لكن مرتاحه اليوم ده، ايه المشكله؟ انا ما عملتش اكل النهارده. الدنيا بسيطه جدا، هتقدر تعمل اكل انت، عامل مش تقدر تعمل اكل كل عيش وجبنه، كل الموجود. ده في مقارنات كمان يا شاذلي احيانا، ودي كارثه. يعني اشمعنى انت ما بتعمليش ما مرات فلان بتعمل؟ طب ما هي كذا. حتى دي فيها مقارنات. والله يعني هو يا جماعه القدرات غير بعض والظروف غير بعض، فخلينا نقدر بعض بشكل عام، نقدر بعض. الظروف اصلا دلوقتي بقت يعني فيها حاجات كتير جدا وتفاصيل كتير جدا، خلينا نقدر بعض. والحياه بتفرض طبعا الحياه اصلا كمان بتفرض علينا يا شاذلي اعتقد ظروف غصب عننا صعبه، ليه بقى احنا كمان بنصعبها على بعض؟ ما نسهلها لبعض. صحيح. ونسهلها على بعض عشان نعرف نواجه الظروف اللي احنا بنتحط قدامها غصب عننا. على اي حال ده سؤال حلقتنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، مستنيين اجابات ومشاركات حضراتكم اللي هنستعرضها مع بعض في حلقه النهارده. صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا، وصباح الخير يا مصر. علي افضل الصلاه والسلام، جمعه مباركه على حضراتكم جميعا. دلوقتي خلونا نروح للميا قبل ما نبدا فقراتنا في صباح الخير يا مصر عشان نتعرف منها على اخبار الطقس في القاهره والمحافظات. يا لميا صباح الخير. صباح الخير عليك يا شاذلي، وصباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. مشاهدينا بصبح عليكم، وخلونا نستعرض مع حضراتكم جوله سريعه عن احوال الطقس النهارده. النهارده في ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحراره بقيم تتراوح من درجتين لثلاث درجات، والطقس هيكون بارد الصبح بدري ومائل للبروده بالنهار على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وفي فرص لأمطار خفيفة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية. كمان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 18 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في شلاتين 25 درجة، أقل درجة حرارة هتكون في كاترين 12 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية. النهارده عندنا مجموعه كبيره من الاخبار والموضوعات والفقرات اللي بكل تاكيد بتهم حضراتكم، لكن بنبدا بالاحداث اللي حصلت امبارح، واللي من ابرزها الاجتماع اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعه الموقف التنفيذي لتوفير الاراضي الصناعيه على مستوى الجمهوريه، بالاضافه ايضا الى نفي الحكومه للشائعات التي ترددت بخصوص زيادة المصاريف الإدارية على جميع دفاتر التوفير في البريد المصري. صحيح. أيضا وزير الدفاع شاهد حفل انتهاء فترة الإعداد لطلبة الأكاديمية والكليات العسكرية، ووزارة الداخلية قررت زيادة أعداد شوادر كلنا واحد لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وأخبار تانية كتير هنتابعها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها الاجتماع اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي لتوفير الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية. وقال رئيس الوزراء إنه مختلف أجهزة الدولة بتنفذ إجراءات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات وخاصة قطاع الصناعة، مع توفير الأراضي الصناعية اللازمة لجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة أو التوسع في القائمة منها. امبارح أكدت الحكومة إنه لا صحة للشائعات اللي ترددت بخصوص زيادة المصاريف الإدارية على كافة دفاتر التوفير بالبريد المصري. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قال إن دي شائعات ملهاش أساس من الصحة، وإنه لم يطرأ أي تغيير في قيمة الرسوم الإدارية اللي بيتم تحصيلها على دفاتر التوفير بالبريد المصري. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية للدفعة 119 حربية وما يعادلها من الكليات العسكرية،
واللي بتضم عدد من الدارسين الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة، وده بحضور قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من الملحقين العسكريين والإعلاميين. امبارح وفي إطار مواصلة وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 23 من المبادرة، أعلنت الوزارة عن قيامها بداية من 18 فبراير الجاري بزيادة عدد السلاسل التجارية الكبرى المشاركة في المبادرة لتصل ل 31 سلسلة تجارية بإجمالي 1074 فرع على مستوى الجمهورية، ده غير إقامة 4 معارض رئيسية بالقاهرة والجيزة و36 معرض فرعي أمام السلاسل التجارية المشاركة. امبارح وفي إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية اللي بتتناول الشأن المصري أو بتدخل في نطاق اهتماماته، سلط المركز الضوء على تقرير وكالة فيتش اللي أوضح إن قطاع الزراعة في مصر بيعتبر أحد أهم القطاعات المستهدفة لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر. والحكومة المصرية بتتخذ خطوات للحد من التضخم وزيادة الإنتاج المحلي والصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات، وكمان تعزيز الاستثمار الأجنبي واحتياطات النقد الأجنبي. وفي جولة المحافظات أيضا كان في محافظات مصر مجموعة من الأخبار والأحداث المهمة اللي حصلت امبارح، منها وضع حجر أساس أكبر منطقة خدمات متكاملة لبيع الأسماك في مدينة طور سيناء، وإطلاق حملة لتوزيع كراتين مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في سوهاج قبل شهر رمضان. كمان كان في مجموعة أيضا من الأحداث المهمة، تم تدشين قافلة طبية علاجية تضمنت 9 عيادات متخصصة في إسكندرية، بالإضافة أيضا إلى تنفيذ أعمال تأهيل ورفع كفاءة وصلة طريق السد العالي في أسوان، وأخبار تانية هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من جنوب سيناء اللي شهدت امبارح وضع حجر الأساس لإقامة أول حلقة للأسماك ومصنع التلج بميناء الطور، بحيث تكون أكبر منطقة خدمات متكاملة لبيع الأسماك بالمدينة. في الوادي الجديد تم بدء فعاليات العرض المسرحي 101 عزل ضمن فعاليات مسرح المواجهة والتجوال التابع للبيت الفني للمسرح، واللي بيقدم عروضه بقرى المحافظة خلال الفترة من 15 فبراير وحتى 19 فبراير لنشر الوعي الثقافي والفني. في سوهاج تم إطلاق حملة إنسانية جديدة بعنوان ثوابك ثوابين، بتستهدف توزيع آلاف كراتين المواد الغذائية قبل شهر رمضان بأسبوع على الأقل، وينتهي التوزيع تماماً في الثلث الأوسط من رمضان. في الأقصر خصصت شركة مياه الشرب والصرف الصحي 8 سيارات خدمة عملاء متنقلة تم تجهيزها وفقاً لأحدث التقنيات التكنولوجية، وده تيسيراً على المواطنين بالمحافظة في الحصول على كافة الخدمات اللي بتقدمها الشركة، وأيضاً لدعم الخدمات المقدمة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بالقرى الأكثر احتياجاً بالمحافظة. في شمال سيناء استقبلت مديرية الشباب والرياضة البرنامج القومي للقوافل الترويحية التعليمية خطوة نحو حياة أفضل بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بقرية نجع شيبانا بمشاركة 500 طليع من عمر 10 ل 13 سنة، وتم تنفيذ مجموعة من الأنشطة الرياضية والفنية ودمجها بالعلوم المختلفة لتوصيل المادة العلمية لعقول النشء والشباب بطريقة مستحدثة وتفاعلية. في الإسكندرية تم تنظيم قافلة علاجية بقرية أبو زهرة ببرج العرب في إطار مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، تضمنت القافلة 9 عيادات طبية في مختلف التخصصات، وتم توقيع الكشف الطبي على 1747 مريض من أهالي القرية مع صرف العلاج ليهم بالمجان. في أسوان بيتم تنفيذ أعمال تأهيل ورفع كفاءة وصلة الطريق الرئيسي للسد العالي شرق بحي جنوب بطول 150 متر، وده تلبية لمطالب أهالي المنطقة وللحفاظ على أمن وسلامة المارة والمركبات على الطريق ده. في بني سويف تم استقبال فوج سياحي مكون من 41 سائح إنجليزي أثناء توقف الباخرة النيلية اللي بتقلهم بمرسى النيل السياحي قادمة من القاهرة ومتجهة لأسوان، وده ضمن خطة المحافظة للنهوض بالقطاع وتنشيط السياحة، وتم إعداد برنامج سياحي للفوج أثناء مرور الباخرة بمدينة بني سويف. طبعاً في انتظار إجابات حضراتكم على سؤال حلقتنا، بتساعد مراتك في البيت ولا لأ؟ وإيه هي المهمة
اللي انت بتعرف تعملها دلوقتي. ناخد مجموعه من التعليقات. ابو محمد ومريم بيقول صباح الخير، التعاون في كل شيء مع زوجتك حاجه جميله. في كمان عبد الرازق ابو حماده بيقول صباح الخير عليكم جميعا، صباح الخير عليك، وبيقول نعم بساعدها في كل حاجه وده مش عيب. عظيم. وليد ابراهيم بيقول صباحكم زي الفل، المساعده واجبه بس انا مش متجوز والحمد لله، لكن بساعد امي ونفسي على قد ما اقدر والحمد لله. في ابو اميره السيد قطب بيقول صباح الخير يا شاذلي يا جمانه، صباح الخير على حضرتك، بيقول بصراحه بساعدها في كل حاجه حتى لو مش تعبانه ما عدا عمل المحشي. ما هو برضو وده برضو محتاج نفس ستات بصراحة، مع ان في رجالة طبعا بتعمل اكل تحفة يعني. لا بس المحشي مهمة شقة الحقيقة يعني. شريف ابو شهد بيقول صباح الفل عليكم، طبعا مش عيب والحياة تعاون، ودي سنة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. في احمد مطوع بيقول انا لسه مش متزوج بس بساعدهم في البيت، هما بيطبخوا وانا بدوق الاكل. حلو، استحمل بقى عصبيتهم لانه بيجي لهم لحظة كده وانت بتدوق وهم متعصبين بيعملوا ثلاث اربع حاجات كده على البوتاجاز والحلل بقى وانتوا عارفين الدوشة كده، فبتجي لهم لحظة كده صعبة يعني. طيب سهام هيكل بتقول كل سنة وانتم طيبين بمناسبة الإسراء والمعراج وحضرتك طيبة وبخير. طبعا زوجي بيساعدني من لحظة الزواج الأولى إلى الآن، لم يرغمني على شيء أعمله، ربنا يحفظه ويبارك فيه ويفرحه بأولاده. دايما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان في خدمة أهله، ولما مرض والدي الله يرحمه كان بيساعدني، لم أنسى لحظة وقوفه جنبي، وأتمنى من كل زوجة أو زوج يرى الآخر مشغول أو تعبان إنه يساعده. طيب في بقى علاء هارون، صباح الخير يا استاذه جمانه وصباح الخير يا استاذ شاذلي. لا طبعا مش بساعد، هي لوحدها تعمل شغل البيت، مش يبقى شغل بره وشغل جوه البيت كمان، مش كفايه تعبانين بره نيجي جوه البيت نشتغل، هي اللي تعمل كل حاجه في جوه البيت واحنا نيجي نريح ونمشي تاني، حرام كده طبعا، تعبانين جدا، شغل حرام عليكم يا ستات. صباح الخير على الجميع. ليه صباح الخير؟ يعني لا طبعا، ازاي كده؟ لا طبعا استاذ علاء هارون، انا اسفه، انا بختلف مع حضرتك الحقيقه جمله وتفصيلا، مفيش حاجه اسمها كده، وحضرتك طبعا بتشتغل بره البيت ومش هقول لك واجب عليك يعني، وحضرتك طبعا رجل البيت فطبيعي انت تشتغل، وبالمناسبه دلوقتي الستات بقت بتشتغل بره البيت وما بقاش بنسبه بسيطه، بقت معظم الستات بتشتغل بره البيت، وحتى لو ما بتشتغلش الحقيقه يعني ملهاش علاقة، مش بنقسم شغل البيت، اللي يقدر يساعد يساعد، اللي يقدر يعمل حاجة يعملها. صحيح. في عبد الله عاشور بيقول صباح الفل عليكم، أنا من المؤيدين لمساعدة الزوج لزوجته، لو بيحبوا بعض هيساعدوا بعض في كل شيء في البيت، أكيد الحب يكون دافع لكل حاجة يعملوها وشركة مع بعض، صباحكم زي الفل. في محمد رضا بيقول صباح الخير عليكم، أنا محمد رضا من بني مزار المنيا، صباح الخير عليكم، صباح الخير على كل أهل المنيا، بيقول أنا مش متزوج عموما بس مش عيب إنك تساعد مراتك، وخصوصا إن أنتوا شركاء في كل شيء وده بيزود الود والحب اللي ما بينكم. أهو سعيد أهو، إيه المشكلة يا جماعة؟ نبيل عبد الخالق بيقول صباح الخير عليكم، أجمل حاجة في الدنيا إننا نساعد بعض، وعن نفسي بعمل كل حاجة مع مراتي، حتى الغسيل بنشره وبلمه وأطبقه والأكل والتنظيف بعمل كل حاجة. في أشرف أديب بيقول صباح الخير عليكم، صباح الخير على مصر كلها، البيت مش شغل الست فقط لكن شغلي أنا والست، والحياة مشاركة، لازم نساعد بعض في كل شيء، أنا بدخل مطبخ وبعمل كل شيء لأن هي دي متطلباتي أنا ومراتي. صباح الخير. أستاذ محمد بيقول، أستاذ محمد سالم بيقول صباح الخير عليكم جميعا، أنا بساعد والدتي حاليا في الطبخ وكل حاجة، وأكيد لما أتجوز هساعدها أيضا. في استاذ طه عمر الحقيقه واضح ان هو بيساعد جدا بس هو شايف المساعده من منظور مختلف شويه، بيقول صباح الخير على كل المصريين، تمنياتي بيوم اجمل. مين قال ان الرجل لا يساعد زوجته؟ مش هي بتطبخ والراجل بياكل مثلا، بتغسل والراجل بيلبس، دي وجهه نظر برضه. مين قال ان الست مش بتساعد الراجل؟ بص بقى هنا، مش هو بيقبض وهي بتصرف؟ ايوه ما هو ده الطبيعي يعني، لا دي مش مساعده، ده روتين عادي، ده العادي. طيب على كل دي كانت مجموعة من التعليقات، لسه عندنا تعليقات كتيرة طبعا بكل تأكيد هنقراها إن شاء الله خلال الحلقة، لكن دلوقتي هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقرات.
خلينا نروح نشوف دلوقتي مع حضراتكم اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله، منها الماتشات كمان المهمه اللي هتتلعب في الجوله الثانيه من دور المجموعات لبطوله دوري ابطال افريقيا. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر هتعلن إجراء انتخاب رئيس الطائفة ونائبه بحضور أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ومن المقرر عقد المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج الانتخابات الساعة 4 العصر بمقر رئاسة الطائفة الإنجيلية في منطقة مصر الجديدة. النهاردة محافظة الجيزة هتقوم بغلق كلي لشارع الهرم في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة للماريوتية، وقالت المحافظة إنه في إطار استكمال أعمال استلام النص الثاني من مواقع أعمال محطات مشروع مترو أنفاق الخط الرابع بشارع الهرم، هتقوم الشركة المنفذة للأعمال باستلام الموقع الخاص بالمرحلة الثانية لمحطة المساحة بداية من أمام شارع جمال عبد الناصر وحتى شارع أحمد لطفي السيد بطول ما يقرب من 300 متر في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة باتجاه مناطق الماريوطية والمنطقة الأثرية. لعشاء الكرة الإفريقية موعدهم النهاردة مع 3 مباريات قوية في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات، هيلتقي الزمالك مع المريخ السوداني الساعة 3 العصر، والساعة 6 هيلتقي القطن الكاميروني مع سان داونز الجنوب إفريقي، والساعة 9 بالليل هيلتقي شبيبة القبائل الجزائري مع الوداد المغربي. بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 لـ3 درجات، والطقس هيكون بارد الصبح بدري ومائل للبرودة بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل على شمال الصعيد وجنوب سيناء، ومائل للدفء على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون شديد البرودة على أغلب الأنحاء، وفي فرص لأمطار خفيفة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وكمان السواحل الشمالية الشرقية. كمان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. برحب بيكي، وطمنين عن حالة الطقس النهاردة، خصوصا أن في ارتفاع بسيط في درجات الحرارة وانحسار لكمان سقوط الأمطار. بالفعل احنا بداية من اليوم هنبدأ نشعر بتحسن نسبي في الأحوال الجوية، تبدأ درجات الحرارة ترتفع خاصة فترة النهار بحوالي من 2 لـ3 درجات، مصادر الكتل الهوائية تبدأ تختلف وتكون قادمة من على المناطق الصحراوية، فبالتالي هنبدأ نحس بارتفاع درجات الحرارة، زيادة فترات سطوع أشعة الشمس على أغلب المناطق الموجودة في الجمهورية، فرص الأمطار كمان هتبدأ تنحصر في مناطق معينة وهتكون غير مؤثرة تماما. فاليوم العظمى على القاهرة الكبرى متوقع تكون 18 درجة مئوية خلال فترة النهار، يمكن كمان مع الأيام القادمة توصل ل 21 درجة مئوية، فإحنا اليوم هنحس بالاعتدال في الأحوال الجوية خلال فترة النهار على أغلب المحافظات الشمالية، السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، أجواء مائلة للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده بيكون خلال فترة النهار، خاصة زي ما قلنا في الأول في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس هي اللي هتحسسنا بالدفء والاستقرار، لكن خلال فترات الليل أول ما أشعة الشمس هتغيب هنبدأ نشعر بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، الانخفاض ده هيكون ملحوظ أكتر فترة الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر، رغم أن درجات الحرارة خلال فترة الليل هتبدأ تتحسن نوعا ما، إلا أن أجواء هتبدأ تكون أجواء شديدة البرودة على أغلب المناطق الموجودة في الجمهورية، لأن الصغرى فترة الليل هتبدأ تسجل درجات حرارة ما بين 10 والـ11 درجة مئوية خلال فترة الليل على القاهرة الكبرى، لسه الأجواء منخفضة خلال فترة الليل. بالإضافة كمان مع الاستقرار في الأحوال الجوية هتكون الظاهرة الجوية المؤثرة بشكل كبير هو تكون الشبورة المائية فترة الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وهتؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية. كمان اليوم احنا قلنا فرص الأمطار هتنحصر فقط في السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري، وهي فرص أمطار خفيفة غير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية ممكن نلاحظها في أماكن والأماكن الأخرى لا.
ان شاء الله زي ما قلنا في الاول كمان متوقع ان استمرار الاجواء الدافيه والاستقرار في الاحوال الجويه على مدار الاسبوع القادم هيكون في نشاط نسبي للرياح سرعاته ما بين ال 30 الى ال 40 كيلو متر على الساعه، هنحس بيه اكتر فتره المساء، وده هيخلينا نحس فقط بالاجواء اللي نقدر نقول الشتويه وانخفاض درجات الحراره فتره المساء، لكن ما فيش منه اي تاثير بيئه ربوي رمال مسارة. عشان كده هنبدا ننصح كل الساده المشاهدين مش عاوزين ننخدع بفتره الدفء واسطوع اشعه الشمس والاستقرار في الاحوال الجويه ونغير نوعيه الملابس، لان فترات الليل هتظل الاجواء فيها منخفضه وفيها اجواء شديده البروده، ان تستدي ملابس شتويه ثقيله خاصه فتره الليل متاخر فتره الصباح الباكر، تكون القياده بهدوء تام على اغلب الطرق اثناء تكون الشبوره المائيه. نشكرك فنية، شكرا جزيلا الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. دلوقتي تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها بالقاهرة للعظمى فيها 18 والصغرى 10، العاصمة الإدارية العظمى فيها 18 والصغرى 9، اسكندرية 18 11، العلمين الجديدة 18 10، مطروح 18 10، دمياط 18 11، بورسعيد 18 10، الإسماعيلية 19-8، السويس العظمى فيها 18 والصغرى 8، العريش 18-9، كاترين 12-2، طابة 20-10، حلايب 21-14، شلاتين 25-13، شرم الشيخ 22-12، الغردقة 22-12، الفيوم العظمى فيها 19 والصغرى 6، بني سويف 19-6، الوادي الجديد 21-7، أسيوط 20-6، سوهاج 21-6، قنا 22-7، الأقصر 23-7، وأخيرا أسوان العظمى فيها 24 والصغرى 8. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة وتوصيات هيئة الأرصاد الجوية اللي قالت إنه في ارتفاع من درجتين لثلاثة في درجات الحرارة، لكن في شبورة مائية ممكن تبقى كثيفة ممكن تأثر على الرؤية الأفقية لينا. ناخد بالنا على الطرق الزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية، في انحسار للأمطار، فمفيش قلق من موضوع الأمطار ولا غيره. وترجعوا بيوتكم بألف سلامة، وتروحوا كمان أشغالكم بألف سلامة مرة تانية. نرجع لشاذلي وجمانة نكمل معاهم باقي فقرتنا. شكرا ليك. شكرا يا رامي. شكرا جزيلا. امبارح في أسوان انطلقت فعاليات مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته العاشرة، واللي هيستمر لحد يوم 22 فبراير الجاري بمشاركة 21 فرقة دولية ومحلية. جمانة، صحيح كمان مراسم انطلاق الفعاليات شهدت عروض فنية على المراكب النيلية بمدينة أسوان، واللي تم تنفيذها بالتزامن مع ظاهرة تعامد الشمس بأبو سمبل في مشهد طبعا يعني بديع حقيقة لفت انتباه كل المشاركين. خلينا نشوف هذا التقرير ونرجع لحضراتكم على طول. جينا نشارك في المهرجان الدولي للثقافة والفنون بمناسبة تعامد الشمس على تمثال أبو سمبل في الفترة من 16 ل 22. فرقة جنى الفنون الشعبية اللي شايفينها حضراتكم دي، كل الفرق شارك في مهرجان تعامد الشمس على أبو سمبل. الحمد لله إن شاء الله بإذن الله النهارده الافتتاح في حاليا هيتم موسم المراكب الشراعية في النيل. الافتتاح النهارده الساعة 7 مساء على مسرح فوزي فوزي على البحر. فرقة الشرقية الفنون الشعبية أنشئت عام 1968. طبعا الفرقة اليوم بتشارك في تعمد الشمس على أبو سمبل، ودي مش أول مرة. جميع المشاركات في أسوان في تعمد الشمس لنا الشرف إن احنا بنشارك والفرقة بتشارك، واحنا بنصبح على أهل أسوان وبنقول كل سنة وانتم طيبين. تاريخ طويل الأقصر وفرق الأقصر، وطبعا احنا بنرحب بضيوفنا الموجودين الفرق المصرية والفرق الأجنبية وشرفتونا. بنقدم رسالة حب وسلام من محافظة شمال سيناء لجمهورية مصر كل العربية كلها، إن هو المهرجان شغال ودول العالم مشاركة ومهرجان جميل والناس مشاركة معانا وفرحانين. نحن جايين هنا عشان نشارك بفرقة الخليل للثقافة والتراث النوبي، فرقة الخليل للثقافة والتراث النوبي، ونشارك في مهرجان تعامد الشمس.
عشان نتعرف أكتر على فعاليات وأنشطة هذا المهرجان معنا عبر الهاتف الفنان أحمد الشافعي رئيس مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون، نتعرف منه على كافة التفاصيل. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير يا فندم. يا أهلا بحضرتك. في البداية عايزين نعرف أهم الفعاليات والأنشطة الموجودة في المهرجان. مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون بيقام في شهر 2 من كل عام تزامنا مع ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل. مهرجان بيقام برعاية وزارة الثقافة دكتورة نبيل الكيلاني ورعاية محافظ أسوان السيد اللواء أشرف عطية. المهرجان بيتم بالتنسيق ما بين هيئة أصول الثقافة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية، بيشارك فيه فرق الفنون الشعبية المصرية التابعة لهيئة أصول الثقافة، بيشارك فيه فرق أجنبية بيتم استضافتها على أرض مصر، بتقضي معنا حوالي أسبوع بيتم تقديم عروضها الفنية سواء كانت الفرق المصرية والفرق الأجنبية بمدن محافظة أسوان، ثم المحطة الأخيرة والختام في معبد أبو سمبل لنشهد جميعا ظاهرة تعامد الشمس المقامة سنويا على معبد أبو سمبل على وجه رمسيس الثاني. مشارك معايا السنة دي 10 فرق أجنبية، فرقة إندونيسيا والمكسيك واليونان، سلوفيكيا، رومانيا، السودان، بولندا، الفلوجة من فلسطين، كوريا الجنوبية وسريلانكا. ومشارك معايا من الفرقة المصرية كل الفرق اللي بتقدم ألوان الفن الشعبي المصري، فرقة أسوان للفنون الشعبية، وفرقة توشكا، وفرقة الشرقية، وفرقة بورسعيد، فرقة الحرية بالأسكندرية، وفرقة سوهاج، وفرقة إنا، وفرقة الأقصر، وفرقة العريش، فرقة مطروح، وفرقة الإسماعيلية. تظاهرة فنية كبيرة بنحتفي بها على أرض محافظة أسوان، بنقدم رسالة حب وسلام لكل شعوب العالم، بنأكد على هويتنا وفننا الشعبي المصري، على حبنا لجميع الشعوب ولجميع الفنون. الحمد لله بنقدم في التحية تفيليه بالمراكب على ظهر النيل، ثم العرض المسائي الافتتاحي على مسرح فوزي فوزي، ثم تبدأ العروض الفنية حتى وصول إلى معبد أبو سمبل يوم 22 إن شاء الله. أستاذ أحمد، يعني بعد التحية طبعا حضرتك تحدثت أنه في عدد من الفرق العربية وأيضا الأجنبية، عايز أعرف من حضرتك يا فندم إزاي المهرجان ده بيساهم في التسويق للسياحة هنا في مصر، وردود الأفعال إيه اللي شفتها من الفرق دي يا فندم؟ المهرجان بيقام بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، خاصة وإن إحنا بنتواجد في معبد أبو سمبل يوم 22 وبنقدم حفل مسائي اللي هو يوم 21 على مسرح السوق بمعبد أبو سمبل. وجودنا على أرض محافظة أسوان في هذا التوقيت هو أساسا بيبقى فيه نسبة سياح موجودة في أسوان بتحب تزور المعابد والآثار المصرية، وفي نفس الوقت بتحب يعني إنها تشاهد الفن الشعبي، فبتكون مشاركة معانا، خاصة وإن إحنا معظم المدن والمواقع في محافظة أسوان إحنا موجودين في 14 موقع ثقافي تابع لهيئة أصول الثقافة ولمحافظة أسوان، بيتم تقديم البرامج الفنية الخاصة بالفرق الفنية المشاركة في المهرجان في هذه المواقع، بتحضرها الوفود الأجنبية، بالإضافة لأن الوفود الأجنبية اللي جاية لنا بفرقها الفنية بتكون مقدمة دعاية في مكانها، وبتكون معروف إن هي جاية تشارك في مهرجان دولي في مصر، فده بيعمل برضو حالة زخم، بالإضافة لأنهم بينقلوا الصورة دي سواء كان من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال تسجيل لعروضهم وتقديمها في دولهم. أنا شايف نسبة سياحة امبارح وإحنا على المراكب في النيل، نسبة سياحة كبيرة موجودة في أسوان. عظيم. المراكب النيلية اللي موجودة في أسوان اللي هي المراكب الفندقية عددها كبير جدا موجود دلوقتي في محافظة أسوان، يعني الحمد لله نسبة السياحة كويسة، وأنا شايف إن هيبقى في نسبة مشاركة جيدة جدا من قبل أهالي أسوان للمهرجان، لأنه بيعتبر مهرجانهم، وفي نفس الوقت هم بيدعوا كمان السياح اللي موجودين في المعابد بالنهار إنها تحضر عروضنا بالليل. عظيم. تظاهرة فنية مهمة جدا زي ما حضرتك ذكرت، وفرصة كمان لتبادل الثقافات بين الفرق المشاركة سواء المصرية أو الفرق الأجنبية كمان الموجودة. هل في أي نوع من أنواع العروض المشتركة بين هذه الفرق؟
اه يا فندم، العرض الافتتاحي تم مشاركة جميع الفرق المصرية عليه والفرق الأجنبية بعدد 21 فرقة. قدمنا عرض الافتتاح بالأمس، وإن شاء الله في عرض جماعي في معبد أبو سمبل نهار التعامد، وسيسبقه عرض جماعي في مدينة أبو سمبل في 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 مسرح مكشوف كبير بتحضره كل جماهير وأهالي مدينة أبو سمبل، وبيبدأ من بعد الساعة 8 مساء وحتى ظاهرة التعامد، نتوجه إلى المعبد لنشهد ظاهرة التعامد. طيب يا فندم، بما أن حضرتك ذكرت ظاهرة التعامد، لو تقول لنا يعني وجه الارتباط بين المهرجان وظاهرة التعامد. أعتقد أن يمكن ظاهرة التعامد كمان بتحصل مرتين في السنة. ظاهرة التعامد بتحصل مرتين في السنة، بتحصل في شهر 10 وبتحصل صحيح في شهر فبراير. مين؟ شهر فبراير، واحنا مشاركين في مهرجان محلي في بفرقنا في شهر 10 في أسوان، أما في شهر 2 بيكون المهرجان الدولي. هذه الظاهرة ظاهرة بتلفت أنظار العالم، ولأن الفنون هي 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 أكثر لغة في التواصل الثقافي والفني بين الشعوب، فاحنا بنقدم مهرجان فني مع هذه الظاهرة لإلقاء الضوء على فنون الدول وعلى لغة التواصل بين الشعوب من خلال هذه الفنون، وأيضا نلقي الضوء على ظاهرة فنية وتاريخية، ظاهرة مناخية فريدة من نوعها موجودة على أرض مصر، وهي تعامد الشمس يوم 22/10 على وجه الملك رمسيس الثاني، ويوم 22 فبراير على وجه الملك رمسيس الثاني. ظاهرة يعني إعجازية أو صحيح. معجزة بمعنى أصح، إن ده بيتم سنويا ولا تغيب الحمد لله الشمس، ودائما هذه التظاهرة بتلفت أنظار العالم، ويكون في نسبة حضور كبير جدا في المعبد. إحنا بنبدأ نتوجه للمعبد من الساعة 3 فجرا لنشهد هذه الظاهرة مع بداية طلوع الشمس مع بداية النهار. بكل تأكيد يا فندم، احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر على كل هذه الجهود، ونتمنى الفرق كمان نتمنى الحظ والتوفيق لكل الفرق المشاركة. نشكر الفنان أحمد الشافعي رئيس مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون. دلوقتي مشاهدينا معاد موجز لأهم الأخبار مع علمي. شكرا لك شازلي. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تمنياته للرئيس القبرصي المنتخب بالتوفيق والسداد في قيادة بلاده إلى مزيد من التقدم والازدهار على كافة الأصعدة. كذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس السيسي مع رئيس قبرص الجديد نيكوس خريستو دوليدس لتهنئته بمناسبة انتخابه رئيسا لقبرص. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين أكدا خصوصية علاقات الصداقة المصرية القبرصية ومتانتها، والتي تتأسس على قاعدة صلبة من القيم المشتركة والمصالح المتبادلة، فضلا عن استنادها على إرث غني ومتنوع من التبادل الإنساني والتمازج الحضاري الممتد، مع الإعراب عن التطلع لاستمرار تطوير وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين خلال الفترة القادمة في ظل القيادة القبرصية الجديدة. وأضاف متحدث الرئاسة أن الرئيس السيسي أعرب عن بالغ التقدير للرئيس القبرصي المنتهية ولايته نيكوس أناستاسيادس لدوره المحوري في تعزيز أواصر الصداقة المصرية القبرصية خلال سنوات توليه لمنصبه، متمنيا له كل التوفيق والسداد. تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الموقف التنفيذي لتوفير الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية. وخلال الاجتماع وجه مدبولي بسرعة توفير الأراضي الصناعية التي طلبها عدد من المستثمرين الأتراك في لقائه معهم. وأشار رئيس الوزراء إلى ما تتخذه مختلف أجهزة الدولة من إجراءات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات خاصة قطاع الصناعة، ومن ذلك العمل على توفير الأراضي الصناعية اللازمة لجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة أو التوسع في القائم منها.
بحث وزير الخارجية سامح شكري ونظيره البرتغالي جواو كرافينيو العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دفعها قدما في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، وذلك على هامش أعمال الدورة العادية 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا. وخلال اللقاء ثمن شكري التعاون والتنسيق المتبادل بين البلدين في مختلف الأطر الدولية، منوها بمواقف البرتغال الداعمة للمواقف المصرية في المحافل الدولية. وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن الوزيرين اتفقا على أهمية الإبقاء على قنوات دائمة للحوار بين القارة الإفريقية والأوروبية. أعلنت هيئة الكوارث التركية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا إلى 38,044 قتيلا وعشرات الآلاف من المصابين. ونجحت فرق الإنقاذ التي شاركت في رفع الأنقاض والركام المتراكم في عدة مدن تركية جراء زلزال في إجلاء أكثر من 216 ألف مواطن من المناطق المتضررة. هذا وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المنظمة الدولية توجه نداء مساعدة دولية لجمع مليار دولار لتركيا التي تعرضت في 6 فبراير لزلزال عنيف. دعا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني نظيره الصيني وانغ يي الذي يزور روما إلى الضغط على روسيا لتحقيق سلام عادل في أوكرانيا. وقال تاياني في بيان صدر عن وزارته إنه يتعين على الصين أن تؤدي دورا أساسيا في الدفع نحو السلام. وأكد أيضا تاياني أنه استقبل وانغ يي في مقر وزارته ضرورة الضغط على روسيا لتعزيز شروط سلام عادل من خلال دعم الدبلوماسية والعقوبات الفعالة والمساعدات الإنسانية وتحقيق العدالة للضحايا وفق ما جاء في البيان. أعلنت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية أن طائرات حربية أمريكية اعترضت طائرات عسكرية روسية قرب ولاية ألاسكا للمرة الثانية هذا الأسبوع. وأفادت القيادة في بيان أن عملية الاعتراض الروتينية لأربع طائرات روسية من بينها قاذفة من طراز Su-95 ومقاتلة من طراز Su-35 تمت يوم الثلاثاء الماضي. وأكدت الطائرات الروسية التي بقيت في الأجواء الدولية ولم تدخل المجال الجوي السيادي الأمريكي أو الكندي. مشاهدينا انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. مرحبا بحضراتكم مرة تانية. حقيقة لسه يعني ما خلصناش من أزمة كورونا، لقينا كلام كتير عن فيروس تاني يقال إنه أشد خطورة. الفيروس اسمه ماربرج القاتل. الفيروس ده لا ليه علاج ولا ليه لقاح حسب الأخبار اللي طلعت، ويقال إن معدل الوفيات بين المصابين بيه ممكن توصل لا قدر الله ل 90%. لحد دلوقتي جمانة منظمة الصحة العالمية أعلنت عن وفاة 9 أشخاص وإصابة 16 حالة بهذا الفيروس، فيروس ماربرج. حتى الآن برضو احنا مش عارفين هل اسمه صح ولا لا. هنعرف دلوقتي من الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الأوروبية شرق أوسطية اللي معانا دلوقتي على التليفون. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير للجميع. يا أهلا بيك دكتور فؤاد. في البداية عايزين نعرف هل اسمه صح كده ولا لا، أو إيه هي المعلومات حتى الآن عن هذا الفيروس؟ نعم، الاسم صحيح حسب المنطقة وين اكتشفوه يعني. وبالنسبة للفيروس، فيروس يختلف عن كورونا فيروس انه بنعرفه، هو من سلالة فيروس الإيبولا اللي اكتشف وبنعرفه من سنة 1967. وبتعرف كل فيروس له عائلة، هذا ينتمي إلى عائلة الفيروس إيبولا، وهو متحور من الفيروس الإيبولا. هنا في نقطة مهمة للتوضيح عشان نوصل الصورة.
يعني في آخر 20 سنة أزيد من 500 متحور لفيروسات إحنا بنعرفها وتظهر لفترة قصيرة أو يعني عدد قليل، بس الفرق إنه هذا المتحور إحنا اكتشفناه بعد وباء كورونا فيروس. عشان هيك في نقطة إيجابية ونقطة سلبية. النقطة الإيجابية إنه مع وباء كورونا فيروس في زيادة الاهتمام بالنسبة للفيروسات. النقطة السلبية بتزيد خوف أزيد كل ما يكتشف متحور جديد لفيروسات بنعرفها. والسؤال اللي بيطرح نفسه، هل نبدأ مرة جديدة مع وباء؟ حسب رأيي صعب في هاي الإحصائيات القليلة إننا نتكلم في هذا المجال إنه في وباء جديد، بس في متحور جديد. يعني من المبكر ان احنا نقول ان هو وباء. طيب دكتور فؤاد، انطلاقا من النقطه اللي حضرتك ذكرتها، عاده المتعارف عليه انه دايما المتحورات الفيروسيه بعد لما بتوصل لذروتها بعد كده متحوراتها بتكون بسيطه زي ما حصل مؤخرا معانا مع فيروس كورونا. ايه اللي حصل، يعني ايه اللي بيحصل علميا طبعا لما بيكون في فيروس زي الايبولا وهو فيروس متعارف عليه او معروف بشكل كبير، متحورات فبترجع اشد خطورة؟ نعم، ملاحظة مهمة بالنسبة لعلم الفيروسات والمتحورات، لأنه كل ما يتحور زي ما شفنا مع كورونا فيروس. بالنسبة للإيبولا بنعرف أنه الأعراض وكيف ينتشر وكل المعلومات، هذا بيسهلنا إن نقاوم مباشرة المتحور الجديد. شفنا 9 أشخاص اللي توفوا في تقريبا أزيد من 16 شخص مصاب إلى أعراض. خطورة هذا الفيروس بالنسبة للفيروسات الثانية والكورونا فيروس إنه عنده درجة الحرارة عالية مع نزيف دم. لما يسوي نزيف دم معناته في خطر لحياة الشخص. عشان هيك احنا بالنسبة لهاي الإحصائيات ساعات قليلة عشان نقدر نعرف انه هذا المتحور قوي بالانتشار او قوي بالأعراض الخطيرة، لأنه كل متحور عنده هذول الصفتين، أو إنه يخدع قوي بالعدوى أو قوي بالأعراض الخطيرة. الأعراض الخطيرة إنه الحم مع نزيف دم، والأعراض الثانية من بالنسبة لوجع العضلات، وجع المفاصل، وبسبب أمراض، بسبب أعراض أخرى في الجهاز الهضمي. طيب دكتور فؤاد، حضرتك قلت ان هو متحور من الايبولا. الايبولا كان موطنه الاصلي وكان موجود في افريقيا، هل برضو هذا المتحور خارج من افريقيا ولا لا؟ وكيفيه ظهوره، يعني ظهر ازاي؟ هل هو برضو بما انه سلاله من الايبولا ايضا بدا من الحيوانات، ملامسه الحيوانات البريه او السوائل الحيوانات دي او دمها او كده؟ نعم، ثلاث نقاط بالنسبة لهذا الموضوع. ظهر في أفريقيا، ظهر زي ما بنعرف في كوينا، وموجود في بعض الدول الأفريقية. ثانيا بالنسبة للانتقال، ينتقل من الحيوانات إلى الإنسان، الحيوان خصوصا الكفشات أو الخفشات، من الحيوان للحيوان، من الحيوان إلى الإنسان، من الإنسان إلى الإنسان، خصوصا لما يغدى الشخص مصاب وبيغدو عنده جرح مفتوح
بطريقة الدم، بطريقة الاحتكاك المباشر بين الشخص المصاب والشخص الغير مصاب. في نفس الوقت فيش عنا نسبة كم شخص يعدي الشخص المصاب، زي ما كنا في البداية مع كورونا فيروس إنه كل شخص يعدي 16 شخص، وبعدين شوي شوي بتغير الوضع. عشان هيك حسب رأيي في هاي المنطقة، في هاي المرحلة البدائية، وبتأمل إنها تظلها بدائية، منظمة الصحة العالمية واجبها إنها تأخذ كل الإحصائيات من كل في كل الدول العالم، وإذا في مصابين وإذا بيطلع من أفريقيا وين ظهر أول مرة، والمراقبة في الدولة اللي فيها مصابات أو إصابات جديدة. بالنسبة لهذا الفيروس وهذا المتحور، فيش له علاج إنه مع دواء أو مع لقاحات. عشان هيك الشخص المصاب لازم يشرب مي كتير، والعلاج في الأكسجين. هذول الطريقتين اللي بنعالجهم في حالة الإصابة، وخصوصا أول أيام، لأنه الأعراض تختلف. أول أيام في عنده أعراض، وبعد 3-4 أيام أعراض. طيب دكتور فؤاد، يعني أظن المقاطعة، لكن لو حضرتك تقول لنا يا فندم إيه هي الأعراض برضو عشان نقدر نوضح للسادة المشاهدين إيه هي الأعراض؟ نعم، الأعراض زي ما كنت يعني قلت إنه بالنسبة للأعراض نوعين. أول ما يظهر بصير عنده أعراض، خصوصا الحم العالي مع نزيف في الدماء الدم، مع وجع العضلات، وجع المفاصل، وجع بشكل عام، تعب، في نفس الوقت صداع قوي. هذول الأعراض المهمة، الصداع القوي والحم مع النزيف، أعراض بنشوفهاش مع كورونا فيروس أو مع فيروسات ثانية. بعد 4 أيام تقريبا باستمرار المرض بصير عنده أعراض، أغلبها في الجهاز الهضمي. المصاب فيش عنده شهية إنه يأكل بالنسبة للطعام، في عنده إسهال قوي، عشان هيك بيخسر كتير سوائل وبيضعف. عشان هيك بصير من طرف السوائل ومن طرف الدم، هذول نقطتين مهمات بالنسبة لجسم الإنسان. عشان هيك بيضعف الشخص وبيخضع على التخت بتشوفه مع درجة حرارة عالية، وبيقدرش يوقف من التعب. عشان هيك للأسف أعراض خطيرة، وإحنا بنتأمل إنه منظمة الصحة العالمية، لأنه في اجتماعات مستمرة عشان مراقبة الوضع ومراقبة الأعراض ومراقبة الدول اللي بيعلنوا عن إصابات في هذا المجال. الحقيقة دكتور أنا متعجب من أن يعني الإيبولا ظهر من 76، يعني إحنا بنتكلم في ما يقرب من 50 سنة حتى الآن، وما فيش علاج أنه يكون فعال مع هذا المتحور أو لقاح. فدي حاجة الحقيقة تدعو للتعجب، لأن إحنا فيروس كورونا بمجرد ما ظهر ما خدناش وقت، يعني ما كملناش السنة وبدأت اللقاحات تكون موجودة. لكن عايز أسأل حضرتك سؤال، أي الفئات ممكن تكون أكثر عرضة للإصابة بهذا الفيروس؟ يعني فيروس كورونا إحنا عارفين أصحاب الأمراض المزمنة هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، بالنسبة لهذا الفيروس؟ بالنسبة لهذا الفيروس، أول شيء إحنا بنتكلم عن المتحور أو عن هذه الفيروس أو السلالة الجديدة أو المتحور الجديد تاع إيبولا. عشان هيك اللقاحات، إحنا بنعرف إنه في عدد كبير من اللقاحات التي تطرح بالنسبة له، بس حاليا مع الأرقام هاي صعب إنه يختاروا، مع إنه من 30 لقاح اللي مطروحة يتكلمون، نتكلم عن 5 هسه بيقدروا يغضوا مفيدين.
بس الساعات فيش معلومات كافية عشان نجاوب على هذا السؤال، اللقاح مفيد وأي لقاح بالنسبة للنقطة الأولى. النقطة الثانية، بنعرف إنه الفيروس بخش على، اسمح لي وإذا بستعمل هذا المصطلح، على جسم ضعيف. كل ما يغذى الجسم الضعيف كل ما يغذى الفيروس، عنده احتمال كبير إنه يسبب مرض. وما هو الجسم الضعيف؟ اللي عنده جهاز المناعة ضعيف، اللي عنده سكري، اللي عنده أمراض سرطانات، اللي عنده أمراض الدم والجلطات الدموية. وفي نفس الوقت بالنسبة للجيل، بس الجيل نقطة يعني مش دائما مهمة مثل أمراض السكري ولا الأمراض الثانية، لأنه في عنا شباب عندهم أمراض وفي عنا مسنين مثلا أقل أمراض. عشان هيك أهم إشي إنه يغذى الجسم قوي وفيش عنده أمراض اللي تضعف الجسم وتضعف الجهاز المناعة. عشان هيك لما يخش الفيروس، أي نوع من الفيروس، بلاقي جسم قوي اللي يقاومه. إحنا بحاجة لمقاومة الفيروس، إنه لو يدخل في جسم الإنسان يعني يا دكتور، لا يسبب نعم المناعة. طيب دكتور، لو بصينا سريعا كده للإحصاءات، يعني عام 1967 في ألمانيا 29 حالة إصابة وفاة 7 أشخاص، 1998 لعام 2000 في الكونغو الديمقراطية برضو 154 حالة، مرورا بقى ب 2005 و 2012 حتى 2017 في أوغندا 3 حالات إصابة ووفاة 3 أشخاص. كل السنين دي يا فندم مفيش معلومات متوفرة عن هذا المتحور، إزاي؟ عشان هيك في البداية قلت، لأنه هسه حسب رأيي، حسب الخبرة العالمية والصحة العالمية وكل المعلومات اللي أخذناها من الكورونا فيروس، حسب رأيي الأسئلة اللي ظلت بدون جواب في هذه السنين لازم نعطي جواب، لأنه بقدرش الواحد كل سنة في عنده متحورات جديدة من فيروسات اللي كانت موجودة أو ظلت بدون علاج أو ظلت أو بدون لقاحات. هسه مع الخبرة الكبيرة اللي صارت مع كورونا فيروس، مع أنه الفرق بين كورونا فيروس والهاي الفيروسات الجديدة أو المتحورات الجديدة من فيروسات بنعرفها، أنه شركات الأدوية بالنسبة للقاحات ما اعطتش أهمية للبحوث وإنها توجد لقاح، وللأسف هذا الغلط الكبير. وإذا في عنا متحور بسبب إصابة أو توفي عدد قليل من الأشخاص، يجب على منظمة الصحة العالمية والشركات الأدوية والبحوث إنها تستمر. طيب إنها سريعاً الأدوية لكل الأسئلة. عظيم. سريعاً، هل في تحاليل معينة تكشف الإصابة بهذا الفيروس؟ نقلق ولا لا؟ حسب رأيي بالنسبة لهاي أهم إشي الأعراض، وبالنسبة لخبرة الأطباء، وفي نفس الوقت بتحليل الدم. لما بنتكلم عن نزيف الدم، معناته بيعمل واحد فحص الدم. أهم إشي الهيموغلوبينة. الهيموغلوبينة وإذا بتغدى منخفض كتير، معناته في نزيف، لأنه في مرار نزيف دم خارجي أو داخلي. خارجي الواحد بيقدر يعرف، داخلي بيقدرش يعرف. عشان تعرف أنه في نزيف داخلي في التحليل، وخصوصا بالنسبة للهيموغلوبينة وكل ما يتخصص عدد الجلوبل الحمراء والبيضاء وكل تكوين الدم، وهذا مهم بالنسبة لأول إشارة وبعدين بالنسبة للأمراض المعدية. شكرا جزيلا يا فندم دكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية. ألف شكر ليك يا فندم. على أي حال، يعني أتمنى أن كلنا دلوقتي ناخد بالنا من صحتنا على قد ما نقدر، زي ما سمعنا كلام دكتور فؤاد. الأكتر حاجة ممكن تحمينا دلوقتي المناعة، ناخد بالنا كويس جدا جدا من صحتنا على قد ما نقدر. ربنا يسلم يا رب الأحوال. على أي حال، نروح مع حضراتكم لموضوع آخر
وامبارح وزارة التضامن أعلنت عن طرح بطاقة الخدمات المتكاملة لمستحقيها من ذوي الهمم وفقا لألوان محددة، كل لون بيشير لنسبة الإعاقة ودرجتها. طبعا عايزين نعرف الفرق ما بين الاثنين، ما بين البطاقة الجديدة والبطاقة القديمة، الآلية دي هدفها ايه؟ هدفها تذليل اي صعوبات امام الاشخاص من ذوي الإعاقة وتيسير الحصول على الخدمات اللي بتوفرها هذه البطاقة المتكاملة. طيب نروح نعرف تفاصيل اكتر من الاستاذ خليل محمد خليل، مدير عام تسجيل وتوجيه الاشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي. صباح الخير على حضرتك يا فندم، منورنا في صباح الخير يا مصر. صباح النور يا فندم على حضراتكم وعلى جميع الساده المشاهدي البرنامج الكرام. اهلا بحضرتك. طيب يعني ايه الفرق بين البطاقات القديمه والبطاقات الملونه، ويعني ايه بطاقات ملونه وفقا للحاله؟ يعني لو تقول لنا بقى تفاصيل اكتر يا فندم. هو الفكره ان يعني البطاقات الخدمات المتكامله لما تم اصدارها في العام 2019 كلها كانت بطاقات بلون واحد اللي هي اللون الازرق العادي اللي احنا كنا بنشوفه كلنا. كانت مدون فيها فقط اسم الشخص ذوي الهمم والرقم القومي ليه والرقم التسلسلي بتاع البطاقه نفسها. بعد كده دخلنا نوع الاعاقه في ضمن البيانات اللي بتتضمنها هذه البطاقه. بعد كده بقى في كل لكل مستوى من مستويات الإعاقة لون من الألوان. فضل اللون الأزرق العادي ده للإعاقات الشديدة والإعاقات بالغة الشدة. استحدثنا بموجب توجيهات من معالي الوزيرة اللون الأخضر للإعاقات المتوسطة، تمام، بقى في اللون الأرجواني للإعاقات البسيطة. طيب عظيم، بالنسبة للبطاقات الجديدة الناس بتسأل هل هتلغي البطاقات القديمة؟ الجديدة ما بتلغيش القديمة تماما، القديمة بطاقات ثرية، لكن احنا مدين الإتاحة لذوي الهمم ان هو لو عنده رغبة ان هو يعدل يغير البطاقة بتاعته ده بإجراء بسيط جدا جدا جدا، الاتصال بالخط الساخن 150-44 ويقدم يعني يقول لهم بس ان هو عايز يعمل إعادة إصدار. إنما مفيش كومسيون بقى ولا أي حاجة خلاص. لا لا لا، طالما معاه بطاقة الخدمات المتكاملة يبقى أنا هطالبه إن هو يعمل كومسيون ليه؟ صحيح. أنا بقول لحضراتكم بس هو يعلن عن رغبته ديت باتصاله بالخط الساخن 150-44 وإحنا نعمل له إعادة إصدار بالطاقة دي. طيب أستاذ خليل، يعني حضرتك ذكرت أنه الكارت اللي باللون الأزرق ده الإعاقات الشديدة والأخضر للإعاقة المتوسطة ثم الأرجواني للإعاقات البسيطة. لو حضرتك تفسر لنا وتفسر للسادة المشاهدين يا فندم ما هي الإعاقات الشديدة والمتوسطة والبسيطة؟ الحقيقة أن القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 سنة 2018 ولائحته التنفيذية قسموا الاعاقات وفقا للشده لثلاث مستويات. مستوى الاعاقات الشديده وبالغه الشده الشخص نتاج للقصور او لحاله العجز اللي عنده، هو ما بيبقاش قادر ان هو يقوم بالانشطه الحياتيه اليوميه حتى لو توفرت له مساعده او لو كان حتى حد بيساعده. المستوى الثاني من مستويات الإعاقة اللي هو مستوى الإعاقة المتوسطة، اللي الشخص يعني لو قدرت إن أنا أوفر له وسيلة مساعدة هو بيقدر يؤدي الأنشطة والمهام الحياتية اليومية. الإعاقات البسيطة اللي هو يعني الشخص عنده صعوبة وعنده قصور في أحد النواحي لكن بدون مساعدة وبدون أي أجهزة معينة هو قادر إن هو يؤدي الأنشطة الحياتية اليومية، لكن زي ما ذكرت لحضرتك في نوع من أنواع الصعوبة نوعا ما. عظيم، اتكلمنا عن المستويات الثلاثة من مستويات الإعاقة.
تمام. احنا اتكلمنا دلوقتي عن البطاقات او عن ذوي الهمم اللي معاهم اوريدي بطاقات الخدمات، لكن ما اتكلمناش عن الناس اللي لسه حتى الان لم تستخرج هذه البطاقه، فهل الاجراءات فيها صعوبه؟ هل تابعنا خلال الفتره الحاليه تيسيرات اكتر في الاجراءات لحصول الاشخاص من ذوي الهمم على بطاقه الخدمات المتكامله؟ هو بالفعل في تيسيرات بموجب توجيهات من معالي الوزيرة، وده طبعا لأن السيد رئيس الجمهورية مهتم جدا بما يتعلق ببطاقة الخدمات المتكاملة، ووجه كمان في المؤتمر الأخير بتيسير إجراءات الحصول عليها. أنا عايز يعني أقول لحضراتكم إن الإجراءات العامة اللي هي ما فيش فيها أي تيسيرات خالص هي عبارة عن كشف طبي، وده بموجب كوميسيون طبي الشخص الراغب في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة يسجل على موقع وزارة الصحة لتحديد ميعاد للكشف الطبي، بيحضر الفحوصات والأبحاث بتاعته، بيروح اللجنة يجرى عليه الكشف الطبي، بعد كده بيترفع نتيجة الكشف الطبي بتاعته على رابط ما بيننا وما بين وزارة الصحة. في حالة ورود التقرير الطبي بيشير لوجود إعاقة، مكاتب التأهيل التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية بتكمل بقية الإجراءات مع الشخص الراغب في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة. إيه هي الإجراءات؟ الإجراءات اللي هو إجراء أداة التقييم الوظائفي اللي هو إحنا زي ما قلنا هما بيقفوا على مدى قدرة الشخص ذوي الإعاقة على القيام بالأداءات والمهام الحياتية اليومية من عدمه. بعد ما بيتم إجراء أداة التقييم الوظائفي الموضوع ده يعني بيبقى إجراءات إدارية عادية وصولا لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وتوصيلها للشخص ذوي الإعاقة لحد البيت. طيب دي الآلية العامة، الآلية العادية. طيب فيما يتعلق بالتيسيرات، التيسيرات دي لذوي الإعاقات الشديدة وللإعاقات بالية الشدة. مين هم الإعاقات الشديدة والإعاقات بالية الشدة؟ اللي هم مثلا أصحاب الشلل الدماغي، الشلل الرباعي، الشلل النصفي سواء الطولي أو السفلي، الإعاقات المتعددة، ضمور العضلات، القزامة، ضيف التوحد، الداون سيندروم، دي اللي احنا بنعتبرها من الإعاقات الشديدة، وغيرها من الإعاقات برضو التوجيهات معالي الوزيرة شاملاها. الإعاقات دي مش مطالب خالص ان هو يعمل كوميسيون طبي مميكن، ده لو عنده تقرير طبي من 3 سنين فاتوا احنا بنقبل بالتقرير الطبي ده وبنعمل أداة التقييم الوظائفي وبنوصله البطاقة لحد البيت. طيب الأوراق المطلوبة ايه؟ الأوراق المطلوبة في حالة ان هو لو من الاعاقات الشديده والاعاقات بالية الشده تقرير طبي زي ما ذكرت حتى لو من 2019 اللي فات بالاضافه لثلاث صور شخصيه بالاضافه. طب التقرير هل من مستشفى معينه؟ التقرير ده يا فندم من اي من المستشفيات سواء المستشفيات العامه او المستشفيات التابعه للقوات المسلحه او المستشفيات التابعه لوزاره الداخليه او المستشفيات الجامعيه او التعليميه. وفيما يتعلق بالاعاقات الشديده وباليه الشده، انا عايز اقول لحضراتكم لو جاب لي تقرير من مستشفى خاصه واعاقته ظاهره قدام الفاحص في مكتب التاهيل ما بيقولوش حاجه، وده طبعا في اطار التيسير على الاشخاص ذوي الهمم بكل تاكيد يا فندم. وعلى اي حال كل التفاصيل موجوده طبعا
زي ما حضرتك قلت بالاتصال برقم الساخن 15044. نشكر حضرتك جزيل الشكر الاستاذ خليل محمد خليل مدير عام تسجيل وتوجيه الاشخاص ذوي الاعاقه بوزاره التضامن الاجتماعي يا فندم على كل هذه الايضاحات. دلوقتي مشاهدينا هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقراتنا. مرحبا بحضراتكم مرة تانية. النهاردة بإذن الله بعد صلاة المغرب هتبدأ ليلة 27 رجب، ليلة الإسراء والمعراج. كل سنة وحضراتكم دايما بخير وطيبين. طبعا زي ما احنا عارفين رحلة الإسراء والمعراج هي واحدة من المعجزات الإلهية اللي جاءت تكريما لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام. عشان كده دايما بنحتفل بهذه الليلة المباركة اللي بيكون ليها عادات وطقوس مختلفة من ابتهالات وأناشيد مدحا في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلينا نرحب طبعا في فقرتنا دلوقتي بالمنشد محمد المنفلوطي اللي منورنا. صباح الخير عليك يا محمد. النور. يا اهلا بيك. كل سنه وحضراتكم طيبين وكل الامه الاسلاميه جميعا بخير. اللهم امين. في البدايه محمد، هل في اناشيد معينه بتتقال في هذه الليله؟ هو ما فيش اناشيد معينه، ولكن هي حاجه يعني تذكر بحادثه الاسراء والمعراج، لان هي حادثه عظيمه وفيها من الابيات، وواجب علينا ان ننقب في هذه الحادثة لأنها فيها أسرار عظيمة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن فيها في أبيات في قصيدة السدرة تحديدا بتحكي عن الإسراء والمعراج كيف يكون، وبالمعاني السامية العالية لعبد الله صلاح الدين القوصي في هذه القصيدة يعني. طيب لو في البداية تحب تنشد لنا حاجة إن شاء الله ممكن نسمع؟ إن شاء الله. حاضر. يا صاحب معراج عرشا وبراق يجري في الممشى، يا صاحب معراج عرشا وبراق يجري في الممشى، يا من في السدرة خطوته إذ يغشى السدرة ما يغشى، يا صاحب معراج عرشا وبراق يجري في الممشى، يا من في السدرة خطواته إذ يغشى السدرة ما يغشى، جبريل تأخر في أدب والروح تصدر مفترشا، والروح تكشف عن وجه فازداد وقارا أو بطشا، وتقول السدرة يا مرحى يا شرف السدرة والممشى. ما شاء الله ما شاء الله، ده انت منشد محترف كمان. طب احكي لنا حكايتك مع الإنشاد. أنا بدأت إنشاد وأنا عندي 10 سنوات يعني. كنت بحب أسمع المنشدين وأخلدهم يعني. مين؟ زي مثلا في البداية خالص زمان وأنا صغير سن يعني كنت أحب الشيخ أمين اللي بتسمعه البشلاوي. الأول قبل ما تقول اللي بتسمعه وتحب تقلده هتقلده لنا دلوقتي. حاضر. الشيخ نصر الدين طبار والشيخ النقشبندي والشيخ محمد عمران، طبعا دول عمالقة يعني. طبعا ما فيش بعدهم، بس يعني ممكن بصيص من عندهم يعني اقدر اجيب حاجه بسيطه، او ممكن بعض اوقات يعني باخد السولو بتاعهم يعني ممكن اقوله وانا بقول في السولو في الحفلات يعني. ف يعني تحب تسمع ايه او شوف مين؟ انت قلت ثلاثه من العظماء، اثنين من اعظم طبعا المنشدين يعني. شوف انت حابب تسمعنا ايه؟ تسمع النقشبندي. همم
أقوم بالليل والأسحار ساجية أدعو وهمس دعائي أدعو وهمس دعائي بالدموع ندي بنور وجهك إني عائذ وجل ومن يعوذ بك لن يشقى إلى الأبد مولاي 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 إليكم صلواتي وسلامي بالخير نزل من رب الكون بأنوار تترك من يعرف للجهل هي سر الله لكم فيه المعراج وقد فاق الكل. عليك يعني دمج ما بين الحاضر والماضي. ما شاء الله عليك. صلاة الظل. طيب أنا لامس كده أنك تقدر تجيب قرار الشيخ عمران. يا سيد الكونين جئتك قاصدا. حاسس يعني. لا على قدنا يعني زي ما ربنا يكرم. لا ما شاء الله عليك تفضل. الشيخ عمران. يا سيد الكونين. يا سيد الكونين جئتك قاصدا أرجو رضاك وأحتمي بحماك يا سيد الرسل الكرام تحية من قلب عبد عاشق تواقي لما تبارى المادحون لنوركم وخجلت من عجزي مع السباق وبكت عيوني قلت يا نفس اهدئي الحب لا يخفى عن العشاق إني أحب محمدا حبا به تطوى السماء والأرض كالأوراق طه صلاة الله مني سرمدا كمل كمل طاق صلاة الله مني سرمدا عليك الصلاة وأزكى السلام حبيب الفؤاد ونور البصر دمي والعظام وجسمي وكلي ونبض بقلب لكم ينفطر وأنفاس صدر تنادي عليك وإذ أنت فيها كغيث المطر واعلموا أن فيكم رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام الله ربنا يفتح عليك طب يعني ما شاء الله واضح انه الموضوع ما كانش ما ابتداش مع يعني ابتدى معاك وانت صغير كان هوايه بعدين بقى اثقلته اكتر طبعا. لا يعني انا محتاجه اعرف نعرف الساده المشاهدين يعني ما شاء الله ازاي وصلت
لنقاء وجمال الصوت ده، وليه شخصيه كمان يعني. حبيت طبعا منشدين كبار، ولكن صوتك ليه شخصيه كمان. انا بعد ما بدات كده فنصحوني يعني ان انا ادرس افضل يعني، فدرست في معهد الموسيقى بالزمالك، وتتلمست بعد الوقت على يد الشيخ الهلباوي رحمه الله عليه. وكان لي الشرف برضو ان كان في لجنه من اذاعه القران الكريم في 2010 انذاك يعني، وكان لي الشرف الاعظم ان امتحنني الشيخ ابو العنين شعيشة رحمه الله عليه واعطاني الدرجه، وكان بس لينا لقاء تاني بس بعدها قامت الثوره وانتقل الشيخ ابو العنين في 2011 ظن يعني، وبعدها يعني دخلت في ظرف صحي كده فيعني، بس الحمد لله يعني حاليا بعمل حفلات عديده منها في آل البيت ثم في بيت السناري بالسيده زينب تابع لمكتبه الاسكندريه، لسه حتى كنا عاملين احتفال بمولد السيده زينب رضي الله عنها. عظيم. انت النهارده في انشطه تقوم بيها النهارده، في فعاليات؟ لا كان من كان يوم 9 وكان احتفال النهارده بمناسبه الاسراء والمعراج اصلا. النهارده في بيت السناري. لا في هو في احتفالات عده يعني، بس انا كنت موجود يوم 9 يعني. مفهوم. طيب بس عندنا في مكان تاني يعني احتفالات. ما هو ده اللي كنت عايز اتكلم فيه. هتسمع الناس ايه؟ فتسمعنا جزء منه دلوقتي. حاضر. هنسمعهم صلاة الهادي، فيها برضو تتحدث عن سيدنا رسول الله والمعراج عليه افضل الصلاه والسلام. صلوات الله على الهادي مشكاة الأنوار الأسنى محراب الأرواح جميعا والوالد إن تفهم معنى هو عبد الله وما عرف الرحمن سواه سوى ظنا هو آية مولانا الكبرى والله تكرم واستثنى ما صعد المعراج سواه والكل تأخر وتذنى. هنصلي على سيدنا النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم باسم الحي إله محمد رب الكون ورب محمد جل جلال الله تعالى توحيدا في دين محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عليه أفضل الصلاة والسلام. طيب يعني واحنا كمان بنتكلم عن الانشاد الديني، احنا دايما بيبقى عندنا كل مناسبه بيبقى ليها يمكن اناشيد وابتهالات معينه متعودين عليها، ودايما هي مرتبطه في الذاكره معانا بعضها ببعض. اكتر الابتهالات اللي بتتقال في هذا اليوم تحديدا بتكون ايه؟ اكتر الحاجات اللي الناس بتحب تسمعها منك كمان يعني، اكتر حاجه حتى في الاحتفالات اللي احنا بنعملها يعني دايما بيطلبوها هي قصيدة صلي على أحمد، هي اسمها تهانينا في الأصل لعبد الله صلاح الدين القوسي كاتبها يعني. فبنقعد ننشدها يعني، حتى بنكررها كتير لأنها كمان في الأبيات فيها يعني تردد الأبيات كتير دايما يعني، حتى الأطفال يعني قصيدة صلي على أحمد دوما بها ردد يأتي لك السؤدد حتى تلاقينا. طب ممكن نسمعها؟ ممكن. بس معانا دقيقة. ماشي حاضر. بس ترددوا معانا بقى عشان نصلي كلنا معاك. يلا.
صلي على أحمد دوما بها ردت صلي على أحمد دوما بها ردت يأتي لك سؤدد حتى تلاقينا حتى تلاقينا صلي على أحمد دوما بها ردت صلي على أحمد دوما بها ردت يأتي لك السؤدد حتى تلاقينا حتى تلاقينا يا رب صلي عليه كل الصلاة إليه بالنور بين يديه حتى يراضينا حتى يراضينا. ما شاء الله ما شاء الله عليه افضل الصلاه والسلام. بنشكرك شرفتنا ونورتنا طبعا وكل سنه وانت طيب. المنشد محمد المنفلوطي شكرا جزيلا ليك. مشاهدينا التاسعة صباحا موعدنا مع موجز الأهم الأنباء مع رامي حمدين تفضل يا رامي. شكرا لك جمانة. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تمنياته للرئيس القبرصي المنتخب بالتوفيق والسداد في قيادة بلاده إلى مزيد من التقدم والازدهار على كافة الأصعدة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس السيسي مع رئيس قبرص الجديد نيكوس خريستو دوليدس بتهنئته بمناسبة انتخابه رئيسا لقبرص. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين أكدا خصوصية علاقات الصداقة المصرية القبرصية ومتانتها والتي تتأسس على قاعدة صلبة من القيم المشتركة والمصالح المتبادلة فضلا عن إسنادها على إرث غني ومتنوع من التبادل الإنسانية والتمازج الحضاري الممتد، مع الإعراب عن التطلع لاستمرار تطوير وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين خلال الفترة القادمة في ظل القيادة القبرصية الجديدة. وأضاف متحدث الرئاسة أن الرئيس السيسي أعرب عن بالغ التقدير للرئيس القبرصي المنتهية ولايته نيكوس أناستاسيادس لدوره المحوري في تعزيز أواصر الصداقة المصرية القبرصية خلال سنوات توليه لمنصبه متمنيا له كل التوفيق والسداد. تبع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الموقف التنفيذي لتوفير الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية. وخلال الاجتماع وجه مدبولي بالسرعة توفير الأراضي الصناعية التي طلبها عدد من المستثمرين الأتراك في لقائه معهم. وأشار رئيس الوزراء إلى ما تتخذه مختلف أجهزة الدولة من إجراءات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات خاصة قطاع الصناعة، ومن ذلك العمل على توفير الأراضي الصناعية اللازمة لجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة أو التوسع في القائم منها. بحث وزير الخارجية سامح شكري ونظيره البرتغالي جواو كرافينيو العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دفعها قدما في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، وذلك على هامش أعمال الدورة العادية 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا. وخلال اللقاء ثمن شكري التعاون والتنسيق المتبادل بين البلدين في مختلف الأطر الدولية، منوها بمواقف البرتغال الداعمة للمواقف المصرية في المحافل الدولية. وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن الوزيرين اتفقا على أهمية الإبقاء على قنوات دائمة للحوار بين القارة الإفريقية والأوروبية.
أعلنت هيئة الكوارث التركية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا إلى 38,044 قتيلا وعشرات الآلاف من المصابين. ونجحت فرق الإنقاذ التي شاركت في رفع الأنقاض والركام المتراكم في عدة مدن تركية جراء زلزال في إجلاء أكثر من 216,000 مواطن من المناطق المتضررة. هذا وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المنظمة الدولية توجه نداء مساعدة دولية لجمع مليار دولار لتركيا التي تعرضت في 6 فبراير لزلزال عنيف. دعا وزير الخارجية الإيطالية أنطونيو تاياني نظيره الصيني وانغ يي الذي يزور روما إلى الضغط على روسيا لتحقيق سلام عادل في أوكرانيا. وقال تاياني في بيان صدر عن وزارته إنه يتعين على الصين أن تؤدي دورا أساسيا في الدفع نحو السلام. وأكد أيضا تاياني الذي استقبل وانغ يي في مقر وزارته ضرورة الضغط على روسيا لتعزيز شروط سلام عادل من خلال دعم الدبلوماسية والعقوبات الفعالة والمساعدة الإنسانية وتحقيق العدالة للضحايا وفق ما جاء في البيان. أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس توقيع اتفاقيتين جديدتين مع بلغاريا حول تخزين الغاز الطبيعي وبناء خط أنابيب نفط للحد من الاعتماد على موسكو. وقال رئيس الوزراء اليوناني بعد محادثات مع الرئيس البلغاري رومين راديف إنه بسبب الوضع الجيوسياسي فإن الحل هو عدم الاعتماد على الوقود الروسي والاتجاه أيضا لتنويع مصادر وطرق الإمداد بالطاقة. ويهدف اتفاق الشراكة بين وزارتي الطاقة اليونانية والبلغارية إلى ضمان أمن إمدادات الغاز وتخزينه بحسب رئيس الحكومة اليونانية. أعلنت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية أن طائرات حربية أمريكية اعترضت طائرات عسكرية روسية قرب ولاية ألاسكا للمرة الثانية هذا الأسبوع. وأفادت القيادة في بيان أن عملية الاعتراض الروتينية لأربع طائرات روسية من بينها قاذفة من طراز تو-95 ومقاتلة من طراز سو-35 تمت يوم الثلاثاء الماضي. وأكدت أن الطائرات الروسية بقيت في الأجواء الدولية ولم تدخل المجال الجوي السيادي الأمريكي أو الكندي. مشاهدينا انتهى موجز التاسعة ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم. مرض السكر أو السكري مرض بكل تأكيد كابوس كبير جدا بيطارد أصحاب هذا المرض، خصوصا لو كان من الدرجة الأولى. أصحاب هذا المرض دايما في قلق، في توتر، في خوف، وزي ما في ناس عايشة مع هذا الكابوس ومتعايشة معاه خلاص واخدة احتياطاتها، في ناس تانية مهملة وإهمالها ده ممكن يوصلها لمضاعفات خطيرة جدا وأمراض تانية أشد خطورة من مرض السكر ذات نفسه يا جماعه. صحيح شاذلي، يمكن حتى واحنا بنتكلم اثناء فيروس كورونا او حتى واحنا بنتكلم في مداخلتنا من شويه عن فيروس ماربرج، من اكثر الاشخاص اللي دايما بنخاف عليهم الناس اصحاب الامراض المزمنه منهم مرض السكر. عشان كده النهارده هنحاول نجاوب على اسئله كتير جدا ممكن تساعد ناس كتير، ممكن توصلنا لطريق امن في التعامل مع المرض. الاسئله دي هيجاوبنا عليها النهارده دكتور ايهاب مفيد استشاري الغدد الصماء والسكر. منورنا النهارده. صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. منورنا. صباح الخير يا دكتور. صباح النور. اهلا بحضرتك. طيب دكتور، في البدايه لما حد بيشخص او بيعرف ان هو مريض سكر من الدرجه الاولى تحديدا، هل بالفعل القلق والخوف ده مشروع ولا مبالغ فيه؟ والمفروض انه في اليات دلوقتي احنا متوصلين ليها نقدر ان احنا نتعامل مع هذا المرض بالظبط. الحقيقه يعني عند تشخيص طفل عنده سكر الاهل بقى عندهم ذعر اكتر من اللازم كتير قوي. والنهارده البرنامج اسمه روشتة لمريض السكر. انا بقول روشتة لمريض السكر والاهل مريض السكر، هم منزعجين جدا. فاول حاجه لازم هم يهدوا لانه ده بيتنقل للطفل وبيأثر عليه. طبعا. ف
في حين دلوقتي في وسائل الجديدة في علاج السكر سواء تشخيص المضاعفات أو طرق العلاج بقى التعايش مع مرض السكر من النوع الأول أسهل من زمان بكتير قوي. الأدوية اتطورت قوي، الإنسولين اتطور بشكل يعني مريح جدا للأهل وللمريض، المتابعة لمريض السكر بقت يعني من بدري قوي بتبين لنا مضاعفاته قبل ما تحصل ونقدر نمنعها. فالتوتر الزيادة الحقيقة احنا بنحاول نهدي الأم، بتاخد مننا وقت أطول من العلاج يعني. عظيم. فأول زيارة. هل حالة الخوف والتوتر دي ممكن تؤثر على درجة السكر في الجسم؟ يعني هنقول دلوقتي دي في درجات هنعرفها ده برضو من حضرتك، لكن حالة الخوف والتوتر دي لو اتنقلت للطفل شوية بتأثر، طبعا بتأثر في ارتباكه، ولما الإنسان بيتوتر بتطلع هرمونات بتعليه شوية، فمش مطلوب أبدا كده. طيب دكتور، يعني واحنا بنتكلم عن الروشتة والزور، انا افتكر مثلا مشاهد حتى لو بنشوفها في الاعمال الدراميه لما اهل بيعرفوا ان في طفل عندهم مصاب بمرض السكر، بنشوف بقى انه لا وما يقدرش يلعب مع اصحابه وبيبقى في مشاكل تانية، وانا فاكره المشاهد دي كويس قوي. لو حضرتك دلوقتي اسره جايه واكتشفت انه طفل عنده مرض السكر، اولا ايه العلامات المفروض اولياء الامور ياخدوا بالهم منها في البدايه عشان يروحوا يكشفوا اساسا؟ دي حاجه. تاني حاجه، لو تم التشخيص بمرض السكر ايه اللي حضرتك بتنصحه تنصح بيه؟ بالظبط. علامات مرض السكر، الطفل بيتبول كتير قوي ويعطش كتير ويخس. في النوع الاول غير النوع الثاني، الاعراض بتاخد ايام واسابيع قليله، وبعد كده بيدخل في مرحله اللي هي مرحله الاسيتون. مرحله الاسيتون دي بدايتها الولد يرجع جامد ويبقى اي حاجه ياكلها يرجعها. واحنا لما بنعلم حتى دكاتره صغيرين بنقول له خد بالك من العلامات اللي هي الجفاف من غير ما يكون المريض عنده اسهال، لان ساعات مثلا مريض سكر عنده شهور او عنده سنه او اتنين مش قادر يعبر او مش قادرين يعرفوا قد ايه التبول بتاعه زاد ولا لا، بيبقى فيه علامات جفاف واضحة، العين تدخل لجوه، المريض يخس شوية، لسانه يبان فيه تشققات وجفاف. إذا لاحظنا كده، أجهزة السكر دلوقتي منتشرة في كل البيوت وفي الصيدليات. صحيح. يعملوا بس سكر سريع كده، إذا لقوه عالي يتوجهوا على طول لطبيب أو لأقرب مستشفى. الرينج بس المتوسط إيه؟ إحنا عندنا السكر الطبيعي من 70 لـ 120، مسموح بعد ساعة يوصل لغاية 180، بعد ساعتين ينزل 140، ده الطبيعي خالص يعني. أي رقم أعلى من كده المفروض يتوجه على طول. الحقيقة في النوع الأول بتبقى الأرقام في الأول مزعجة، 400 300، ده بيخلي الأهل ينزعجوا جدا، لكن مجرد ما بيبتدي العلاج بينزل على طول في نفس اليوم أو تاني يوم يعني. طيب الدرجات بقى، كنت عايز أكلم حضرتك على الدرجات. الدرجات قصدي حضرتك الأنواع، النوع الأول والنوع الثاني. النوع الأول اللي هو عادة يصاب بيه الأطفال اللي هم تحت سن الـ20، النوع الثاني كنا بنشوفه زمان فوق سن الـ40، لكن الحقيقة دلوقتي ودي علامة مش كويسة إنه ابتدى يظهر في الثلاثينات والعشرينات، ومش كده وبس، ابتدى يبقى عندنا أطفال تحت سن الـ20 عندهم سكر من النوع الثاني. ودي برضو علامة مش كويسة تدل على إن نمط الحياة في مصر وفي العالم كله اتغير، ده اللي أثر وخلى دلوقتي لما بيجي لنا طفل ما عليهوش مواصفات النوع الأول بنلاقيه ساعات من النوع الثاني، بقى النوعين موجودين في الأطفال. ودي الحقيقة النوع الثاني ده نقدر نمنعه بنمط الحياة السليم اللي هو الدايت الصح، الإكسرسايز الصح، الحياة السليمة تقدر تحمينا من النوع الثاني وتخليه يجي في معاده اللي هو في الخمسينات أو حتى ما يجيش ممكن قوي يعني. لكن النوع الأول لغاية دلوقتي ما نقدرش نمنعه، وإن كان في بوادر علمية تقول ممكن، لكن لغاية يعني الإمكانيات اللي في إيدينا دلوقتي ما نقدرش نمنع. مجرد أبحاث يعني حتى الآن؟ أبحاث، وفي بلاد ابتدت تطبق أدوية مناعة يعني تدي بريق أمل إن هو ممكن يبقى في أمل إن هو يتشخص بأجسام مضادة بدري ونقدر نمنعه. طيب دكتور، حضرتك بتقول إنه نمط الحياة غير الصحي، ده متعلق بأكل فقط، متعلق برياضة يعني، وحتى يمكن هل خلال السنين اللي فاتت المتعارف عليها درجات السكر حضرتك تحدثت عنها الأول والتاني، هل كان بالضرورة أنه برضو زمان كانت نمط الحياة سليم؟ إيه اللي تغير؟ اللي تغير طريقة الأكل نمرة واحد. يعني إحنا زمان وأنا طفل كنا دايما الوجبة عبارة عن شوربة وسلطة وخضار وبروتينات وثمرة فاكهة مثلا،
انما دلوقتي الاسر كلها بتستسهل الجانك فود، الناس بتاكل الجانك فود اسرع، وده مليان سعرات حراريه سيئه جدا للصغيرين وللكبار. الحاجه الثانيه كانت وسيله التسليه النوادي والرياضه وممارسه الرياضه، حتى التمشيه في الشارع نفسه كانت تعتبر جزء من ممارسه الرياضه. لكن الحقيقه الناس دلوقتي بتروح النوادي تاكل، يعني لما بتخش النادي بنلاقي الناس قاعده بتاكل بيتزات وهامبرجر وحلويات بشكل فظيع جدا، وما حدش بيمشي في التراك غير مثلا 1% من الناس. بقى بيغلب عليها الطابع الاجتماعي اكتر من الطابع الرياضي للاسف، يعني الناس بتروح عشان تقعد وتاكل وتتكلموا مع بعض شويه ويروح. طيب هل لو في مريض كان عنده السكر وخف، هل ينفع يدي نصايح وتوعيه للناس؟ طبعا مريض السكر النوع الثاني دلوقتي ما بقاش زي زمان، كنا زمان بنقول ده مرض بروجريسيف، يعني بيقعد يزيد يزيد لغايه ما المريض يوصل لمرحله الانسولين. لكن دلوقتي المريض لو خس 10-15% من وزنه، مريض السكر من النوع الثاني مش النوع الاول، شبه 100% السكر بيختفي. يعني بيتعالج يا دكتور؟ النوع الثاني بيتعالج؟ ممكن يختفي بأدوية جديدة معينة وبنمط حياة سليم 100% ممكن يختفي. عظيم. أنا بسأل حضرتك ليه؟ عشان إحنا معانا دلوقتي نموذج هيكون معانا دلوقتي عبر زوم لإيمان المنشاوي. إيمان عاملة صفحة على الفيسبوك اسمها إيمان المسكرة. إيمان نموذج مميز جدا موجود على السوشيال ميديا، بيقدم محتوى توعوي للمرضى المصابين بالسكر. هي معانا دلوقتي. إيمان صباح الخير عليك. صباح الفل، ازيك يا شاذلي؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ انا تمام والله الحمد لله. انت صحتك عامله ايه؟ زي الفل، زي الحمد الفل. لله يا رب دايما. طيب عايزين ناخد الموضوع كده ونرجع ورا شويه. اول ما اكتشفتي ان انت عندك السكر قررتي تعملي ايه وقتها؟ هل كان كل تفكيرك انك تخصصي جزء كبير من وقتك مثلا عشان تقدمي هذا المحتوى على صفحتك، ولا فكرتي في ايه ساعتها؟ هو انا الحقيقه زي ما كان الدكتور بيقول، انا يعني متعايشه مع السكر النوع الاول. النوع الاول ده مرض مناعي مفيش منه وقايه يعني، وجالي وانا طفله صغيره. ولما جالي الحقيقه، ودي حاجات من سبب اساسي اللي خلاني ابدا الصفحه، ان انا قفلت على نفسي. يعني كان في برضو زي ما اتذكر دلوقتي انه بيبقى في حمل على الاسره، وكان في حمل عليا انا شخصيا، بس انا قفلت على نفسي، حاسه انه في حاجه غلط، ان انا في حاجه غلط. فقعدت سنين مخبيه المرض حتى عن اقرب الناس ليا، لغايه ما يعني مريت بمراحل التقبل اللي هي احنا كلنا عارفينها، اللي هي في الاول بتبقى انكار تماما، انا ما حصليش حاجه، بعد كده اكتئاب، وبعد كده احاول اتفاوض واقول طب انا مش هاخد انسولين بس اكل براحتي، وبعد كده في الاخر خالص بنوصل للتقبل. فأنا عملت الصفحة لأنه الحقيقة أنا عارفة أن في ناس كتيرة شبهي بس مش متجمعين على بعض، وبعيني لوحدي أو بتعايش مع المرض لوحدي. أنا مش عايزة أقول برضو أنه المرض أو مرض السكر النوع الأول هو معاناة فقط، هو ممكن أعيش حياة شبه طبيعية بمحاذير ومعايير معينة تخليني أعيش بحياة صحية. بس إحنا عندنا شوية إلا في المعرفة، نقص شوية في أن إحنا نعرف نوصل للمعلومة. فده اللي حاولت أعمله من خلال الصفحة، أنه أول حاجة أتكلم فيها الخرافات اللي كانت معروفة عن السكر، أنه مثلاً مريض السكر النوع الأول ما يقدرش يتجوز ويخلف، أن المرضى السكر أو المتعايشين مع السكر يقدروا يأكلوا عسل لأنه فيه شفاء. هو طبعاً فيه شفاء، بس هو هيعلي السكر زي أي حاجة تانية. أنه مرض السكر النوع الثاني لا يمكن الوقاية منه، زي ما كان الدكتور بيقول يمكن الوقاية منه. ودي حاجة من دي رسائل كتير أنا بحاول أعملها من خلال صفحة يوميات إيمان المسكرة أو إيمان دايابيتك دايريز. صححي المفاهيم أو المعلومات المغلوطة اللي عند الناس. بس أنا هرجع معاكي تاني لورا شوية. أنت قلتي أول ما عرفتي أنت أسرتك قلقتوا جدا وتوترتوا جدا، إزاي قدرتوا تتصرفوا او اتعاملتوا ازاي؟ يعني طمنتوا نفسكم ازاي ان انتوا قعدتوا تقروا اكتر، تدرسوا اكتر، تفهموا الوضع اكتر؟ هل فعلا مرض السكر قدر يؤثر على حياتك بعيدا عن الخوف والتوتر اللي انت اتكلمتي عليه؟ هل لما انت تعاملتي معاه صح واسرتك اتعاملت معاكي صح اثر على حياتك باي شكل من الاشكال؟ ازيك يا جمانة؟ يعني سؤالك حلو قوي. الحقيقة هو طبعا أثر، يعني هو سؤالك فيه جزئين، أثر أو لا، أو أثر إزاي؟ أثر لأنه بطبيعة الحال أنا بحاول أعمل واشتغل مكان البنكرياس وده خلق ربنا،
فانا بقعد احسب اكلي وبقعد اخد احسب نسبه او كميه الانسولين اللي هاخدها مع كل اكله، وفي عوامل كتيره بتاثر على ارتفاعات وانخفاضات السكر. ده مش نفس الحال مع النوع الثاني، وفي انواع ثانيه مختلفه، بس طبعا اثر على حياتي، بمعنى ان انا في جانب ايجابي وانا اقدر اختار انا احطه في انهي حته، ايجابي ولا سلبي. يعني انا بقيت بطبيعه الحال اكثر التزاما، اتربيت على ان انا ليا اكل في مواعيد، طبيعه اكلي مختلفه وصحيه، بلتزم بالرياضه، كل ده عشان اعيش حياه صحيه واتجنب المضاعفات. انا بقى اتعاملت ازاي او اهلي اتعاملوا ازاي، دي حاجات من الحاجات او عامل من العوامل اللي انا يعني نفسي نتكلم فيها اكتر. الدعم النفسي، احنا محتاجين دعم نفسي جدا يا جماعه، ففي امور مختلفه بس اهمها التعايش مع مرض مزمن زي السكر. صحيح. سواء انا وحتى الدكتور كان يعني هو ذكر الموضوع ده، انه بالراحه وانه الاهل يهدوا لانه بيأثر على الاطفال وبيأثر على حتى يعني معاك لسن السن كبير، سن الجامعه وسن وثانويه عامه، ازاي الاهل هيستقبلوا الخبر وخوفهم وقلقهم لو بان للمصاب هيتأثر. صحيح، من نفس النقطه اللي كان الدكتور بيتكلم فيها بالظبط. فانا يعني انا شايفه انه واحنا دلوقتي الحمد لله مصر اتغيرت كتير، وثقافتنا اتغيرت فيما يخص الدعم النفسي، وان انا اروح لدكاتره نفسيين ومتخصصين نفسيين ولايف كوتش وحد يدربني اتعامل ازاي مع المواقف الصعبه. احنا عايزين ناخد راي الدكتور كمان في هذا النموذج. الحقيقه يا ايمان انا مبسوط جدا جدا. انت عارفه انا في اخر مؤتمر للسكر، المؤتمر الاوروبي ده كان في السويد، انا شفت واحده امريكيه زيك بالظبط وعامله صفحه، والحقيقه انت اسلوبك سلس عنها، وكانت جايه وعامله ستاند في المؤتمر، وكان ليها سيشن علشان تبقى نموذج للمريض، اللي هو احنا بنحتاج ان الاطفال او المرضى يقعدوا مع ناس زي كده، دول اقرب لهم مننا. يعني انا يعني ادعو كل الناس ان هم يسمعوا الايمان، كل مرضى السكر من النوع الاول وقرايبهم ان هم يسمعوا الايمان، لان كلايف ستايل وكمعايشه مع مرض السكر هيستفيدوا يمكن منها اكتر شويه تجربة من الاوردرز اللي بياخدها من الطبيب. طبعًا. يمكن الكلام من الطبيب. شاكره جدا يا دكتور، حقيقي شاكره لدعمك، وهو ده اللي احنا محتاجينه دايما. ان يبقى الدكاتره داعمين لينا وسامعيننا وعارفين يتواصلوا معانا، فانا شاكره لحضرتك كمان. انا عايز اقول حاجه يا ايمان، العلاقه دايما ما بين الدكتور والمريض بيكون فيها شيء من التوتر، لانه بخلاف العيان وهو داخل بخلاف تجربه، حتى باباه ومامته بيبقى متوترين، عشان كده يمكن معظمنا بيجيب ناس في العياده مش يعني دايتيشن او حد اديوكيتور يقعد مع العيان، يكون اخف شويه من الطبيب مع العيان. لكن النموذج بتاع ايمان لما تبقى مريضه نفسها عندها ثقافه زي كده وتجربه حقيقيه، وبتقول ان التعايش مع مرض السكر افيلبل وسهل وممكن قوي نعيش بيه، هيصدقوها عننا طبعا. صحيح، شاكره. صحيح، يمكن ايمان كمان عارفه انت بصيت لها من ناحيه ايجابيه، زي ما انت قلتي اللي عايز حتى يقلل من وزنه بشكل عادي طبيعي انه يلتزم باكل معين في اوقات معينه، طبيعي انه يلتزم برياضه. احنا يمكن لما بنبص لها من منظور انه انا مريض او ان انا عندي مشكله وان انا لازم يبقى عندي كده حته بتاعه الضحيه دي، هي دي اللي بتصعب الموضوع. دي اللي ده حقيقي. ده حقيقي يا جمانه، ده حقيقي. لا خالص يعني، وانا شاكره فعلا لوعيكم الحقيقه. يعني الحوار ده بيوصل رسائل كتيرة أنا بحاول أوصلها من خلال صفحتي على الإنستجرام، إنه إحنا في مركز قوة، أنت متعايش مع مرض مزمن، تعامل معاه بشكل صحي عشان ما تبقاش ضحية زي ما بتقولي، عشان تتجنب مضاعفاته، عشان أنت قوي، ربنا ابتلاك بحاجة تعامل معاها، لأنه ما فيش أي حد صحي أو ما فيش أي حد خايف على نفسه وعلى صحته وحياته واسلوب حياته كويس أو على شكل جسمه هيبقى بيفتح في الأكل. يعني حتى لما حد بيجي يسألني على الأكل وأكل إيه وما أكلش إيه، كل حاجة بس بنسب واحسبها صح وذات ست، يعني هو ده اللي مطلوب. تمام. شخص صحي، شخص عنده مرض سكر أو ما عندهش. أنا عايز أعرف التغيير اللي أنت لمستيه على الناس اللي بيتابعوكي على صفحاتك على السوشيال ميديا. يعني حالة من ضمن الحالات كانت لسه عرفت قريب إن هي لسه يا دوب لسه مصابة بالسكر، وحالة القلق والتوتر والكلام ده، فدخلت واتكلمت معاكي وحياتها اتغيرت نوعا ما، أو تقبلت هذا الأمر وتعيشت معاه زي ما أنت بتعملي. الحقيقة أنا فعلا محظوظة، لأني بيجي لي ردود أفعال وبيجي لي رسائل كتيرة، بالأخص في حاجتين، العلاقات والجواز
وان حد يفصح ويقول بصوت عالي انا عندي سكر، انا متعايش مع السكر، لان ده كان حاجه فيها حرك شويتين ثلاثه، لانه انا وانا قاعده ممكن ابقى محتاجه اخد حاجه مسكره، ممكن كتير ابقى محتاجه اخد الحقنه في بطني او في رجلي، فالناس بتستغرب او ما بتبقاش فاهمه او بيبقى فيه صعبانيات. فالحاجتين دول في ناس الحمد لله بفضله وكرمه ابتدوا يتقبلوا اكتر المرض وابتدوا يقولوا بصوت عالي انا عندي السكر، انا ما عنديش مشكله، انا متعايش. بالذات البنات والامهات، البنات كمان بيبقى عندها شويه، والله البنات والولاد بيبقى عندها شويه تحفظ او خوف من عدم التقبل ان حد مش هيقبلها لان هي عندها السكر. فاتكلمنا في المواضيع دي والحمد لله في ناس كانت فعلا اتغيرت ولقيت ان هي مش محتاجه حد مش داعم في حياتها. صحيح. وبقوا يقولوا باريحيه انهم عندهم سكر وياخدوا الحقن قدام الناس، فكنوع من انواع الدعم. هو مفيش اي شيء يعيب بصراحه خالص، ولا في اي شيء ابدا يكسف، ولا في اي شيء يخلي الشخص المصاب بمرض السكر انه يشعر انه بالحرج او يشعر باي انه عنده اي نقص من اي نوع. تماما، انا بأؤيدك جدا يا ايمان، والحقيقه يمكن انا سعيده جدا بوجودك معانا النهارده. ويعني حتى اسم البيج بتاعتك او الصفحه بتاعتك ايمان المسكره، انت حتى حاطه يعني استخدمتي اسم اصلا المرض بطريقه لطيفه جدا، تبين يمكن الاسم في حد ذاته يبين طريقه تعاملك مع مرض السكر. بشكرك جزيل الشكر ايمان. شكرا يا جمانه، شكرا ليكم كلكم، وان انتوا اديتوني الفرصه دي اتكلم ووصل صوتنا. شكرا يا دكتور، شكرا يا شاذلي، شكرا ليكي جدا، شكرا لاستقبالك. شكرا ليكي، ميرسي خالص. طب دكتور، هي فتحت نقطه مهمه برضه بالنسبه للازواج، بالنسبه للحمل عند البنات. بالظبط. هو طبعا السؤال شاذلي يا دكتور، معلش يعني اعذرني، هل بالضروره انه مرض السكر يكون متوارث؟ يعني هل بالضروره الام اللي عندها سكر ينتقل لابنائها برضو؟ هي دي نقطه مهمه قوي. يعني التوريث موجود طبعا في مريض السكر، لكن مش معنى ان الام كان عندها سكر اثناء الحمل ان ابنها هينزل عنده سكر. بالعكس، الطفل اللي مولود من ام عندها سكر في اول 24 ساعه بيبقى عرضه لهبوط السكر، ان سكره يوطى. هو اذا كانت الام من النوع الثاني، الطفل عنده استعداد انه ياخد النوع الثاني لما يكبر. فاحنا بنقول لدول بالذات عايشوهم في لايف ستايل صح علشان نحميه من ان يجيب سكر. النوع الاول زي ما قالت ايمان لغايه دلوقتي ما نقدرش نمنعه بصوره يعني معممه، انما برضو يبقى عرضه من السكر من النوع الاول، بس مش لما يتولد زي ما الناس بتبقى خايفه. بالظبط. طيب دكتور، يعني احنا في ناس معتقده انه مريض السكر لازم يتعايش ويعيش طول عمره مع الانسولين، وفي ناس تانية بتقول انه لا، فتره معينه بعد كده بيبقى في تعويض بادويه مختلفه. لا، النوع الاول من بدايه تشخيصه لغايه طول عمره لغايه دلوقتي هياخد انسولين، لكن الامور بتتغير. يعني مثلا محتمل في خلال سنه او سنتين في نوع انسولين هينزل يتاخد مره في الاسبوع، الانسولين القاعدي. في انسولين باتش برضو متهيألي، صح؟ في انسولين بامب اللي هي مضخه الانسولين، موجوده وموجوده في مصر وكل حاجه. مثلا في بعض البلاد بتحاول تصنع الانسولين اقراص، ودي عمليه معقده قوي، واتعملت كذا مره، ومره نجحت ومره ما نجحتش، لغايه دلوقتي ما تعممتش، انما محتمل تتعمم لان في بعض الهرمونات الشبيهه بالانسولين اللي هي بيبتايد هرمون، اللي هي عباره عن احماض امينيه متتاليه، اتعملت اقراص. ففي امل ان في خلال السنين اللي جايه يبقى في انسولينات ممتده المفعول تقعد اسبوع، وفي امل ان الانسولينات تقدر تتعمل براشين. ده عظيم جدا. احنا بنشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا. شكرا ليك، شرفتنا ونورتنا، وحضرتك يمكن نورت حضرتك وايمان كمان على حاجات. أنا على حاجات بنموذج ايمان على حاجات مهمه جدا، وهي الدعم النفسي لمريض السكر، ازاي نتعامل معاه في البيت، وازاي هو نفسه لما هنتعامل معاه بثقه في البيت هو كمان مش هيخجل ان هو يقول، لانه مفيش داعي فعلا للخجل ولا للتوتر ولا الخوف ولا كل هذه الامور يعني. فبنشكر حضرتك شكرا جزيلا للدكتور ايهاب مفيد، استشاري الغدد الصماء والسكر. الف شكر ليك يا فندم. شكرا ليكم. شكرا مشاهدينا، خلينا دلوقتي كمان نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي حلقات.
نروح لموضوع آخر، موضوع متعلق بحساسية الطعام. حساسية الطعام طبعا هي مشكلة بتؤثر على قطاع كبير جدا من الناس اللي دايما بيبقى عندهم صعوبة في التعايش مع المرض ده، ممكن بسبب حاجات بسيطة جدا، ثمرة فاكهة، بسبب ساندويتش أو أي نوع حتى من الأكل، ممكن تكون حتى يعني أبسط حاجة، حاجة من مكونات الطعام، يعني حاجات بسيطة جدا بتسبب مضاعفات وألم في البطن وتورم في الوجه يا شاذلي. ده في كمان مشكله تانية جمانة، يعني احنا كنا نسمع دايما عن حساسيه الطعام دي ان هي بتيجي للاطفال من هم صغيرين ويبقى عنده حساسيه، لا في ناس بتكبر وتجيلها حساسيه الطعام وعندها 20 30 سنه. عشان كده في باحثه مصريه فكرت في حل مبتكر، طورت ماده طبيعيه بتساعد مرضى الحساسيه على مواجهه مشكلتهم مع الطعام، وده اللي اهلها للفوز بمنحه من اليونسكو. خلينا نتعرف اكتر عن رحلتها لمعالجه مرض الحساسيه. معانا عبر الهاتف الدكتوره اي عاطف، المدرس بكليه الصيدله بجامعه طنطا. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح النور، اهلا بحضرتك. يا اهلا بيك يا فندم. هي حاجه مهمه جدا ان احنا نفكر ان احنا لازم نوجد لها حل، ففي البدايه عايزين نعرف من حضرتك كده الرحله بدات امتى في مجال الصيدله؟ يعني ممكن تبقى بادئه بدري شويه، من سنه 2003 انا دخلت كليه صيدله، اتخرجت سنه 2008، وبعدها بدات في الدراسات العليا من سنه 2008 لسنه 2014، حصلت على الماجستير، وبعدها توقفت فتره لمده 5 سنوات، كنت مسافره خارج مصر، ورجعت في سنه 2019 بدات الدكتوراه، والحمد لله انتهيت منها في سنه 2021. بعدها قدمت على منحة اليونسكو، والحمد لله كنت من واحدة من الحصلات عليها. طبعا ألف مبروك. أهلا بيكي. طبعا يعني خليني أسألك برضو في نقطة كده، في ناس شايفة أنه الحساسية يعني حاجة بنتعايش معها، مرض بنتعايش معاه، يعني ما فيش يمكن الأبحاث المتعلقة بفكرة أن احنا نجد ليه حل مش متعارف عليها قوي. انت ايه اللي خلاكي تقرري ان انت تخصصي ابحاثك في مجال ايجاد حلول لمرضى الحساسيه؟ يعني زي ما حضرتك ذكرتي في البدايه، هي فكره اصلا حساسيه الطعام هي مش حاجه متعارف عليها قوي في المجتمع عندنا، مش ناس كتير عندها وعي بان ممكن طفل يكون عنده حساسيه، او ممكن طفل يكون ينفع ياكل اكل معين وطفل تاني ممكن ما ينفعش ياكل نفس الاكل. احنا كلنا متخيلين ان احنا لازم طبيعي ان احنا نقدر ناكل اي حاجه يعني. فاحنا من فتره طويله، من تقريبا من سنه 2011، كان ظهر في عيلتي حد من المقربين مني طفل صغير لسه مولود، وكان عنده شخص بانه هو عنده حساسيه من اللبن. فساعتها انا شفت ان في معاناه يعني شديده جدا على والدته، ان هي تقدر تحاول تعرف هو ممكن ياكل ايه او ممكن ما ياكلش ايه، ان احنا تبدا تقرا المكونات بقى بتاعت الاكل قبل ما تاكله له، وفي نفس الوقت ازاي تقدر تفهمه ان هو ما ينفعش ياكل الاكل ده بالرغم ان هو شايف بقيه الاطفال بياكلوه عادي. فساعتها يعني بدأت أهتم شوية بحساسيات الطعام، وبدأت أقرأ عنها أكتر، لغاية يعني ما موضوع الشغل بتاعي في الدكتوراه كان ممكن يتطبق على يعني لمساعدة مرضى حساسيات الطعام. ففكرت في الفكرة دي، وكتبت مشروع بحثي وقدمته لليونسكو، والحمد لله يعني اتقبل وقدرت أحصل على المنحة. طيب عظيم. دكتور أي، هل كل أعراض حساسية الطعام بالنسبة للأطفال بالنسبة للكبار حتى، كنا لسه بنتكلم إن في حد ممكن يوصل لعشرين 30 سنة وبعدين يكتشف إن عنده حساسية من حاجة معينة، فهل كل الأعراض عبارة عن طفح جلدي فقط؟ هي حساسيات الطعام عموما يعني مش حاجة واحدة، ومش كلها بتبقى من مكون واحد، ومش كلها بتبان في نفس الأعراض. في بعض المرضى بيكونوا بيعانوا من حساسية، ودول بيجيلهم أعراض حساسية ممكن تؤدي للوفاة لو هم أكلوا الحاجة اللي هي عندهم حساسية منها. لكن المنتشر أكتر حاليا واللي بيبان أكتر زي ما حضرتك ذكرت مع السن الكبير، بيكون هي عدم الاحتمال أكتر، يعني بيكون بسبب التعديلات الوراثيه اللي بتتعمل في الاكل، بقى جسمنا مش بيقدر ان هو يتعامل مع مكونات معينه في القمح او في اللبن او
بسبب التغييرات الكثيره والمعالجات الكثيره اللي بيعملوها. يعني دي تغييرات في الطعام نفسه يا دكتوره، مش حاجه كانت عندي مثلا ان انا ما اكتشفتهاش غير متاخر. بالظبط. لا، هي الفكره كلها ان في حاجات مثلا زي القمح، هو بداوا من فترات طويله بيعملوا تعديلات وراثيه وتعديلات جينيه علشان يخلوه مقاوم اكتر للعدوى، يزودوا الانتاج منه. ده بيخليه يبقى فيه مكونات جسمنا مش قادر يتعامل معاها، لان هو ما بقتش طبيعيه زي ما كانت طبيعيه قبل كده. عشان كده العالم متجه اكتر دلوقتي ان هم يعتمدوا على الغذاء غير معدل وراثيا، لانه وجدوا ان الاطعمه المعدله وراثيا او المكونات الغذاء المعدله وراثيا مرتبطه ارتباط شديد جدا بظهور اعراض الامراض المناعه الذاتيه وحساسيات الطعام او عدم الاحتمال. طيب دكتور بقى، كلمينا عن الورقة البحثية الخاصة بيكي وعن مادة البوليمرات اللي ممكن تكون حل المشكلة، مشكلة الحساسية، حساسية الطعام عند الناس. بالنسبة للورقة البحثية الخاصة بيا، هي مشروع بحثي وليست ورقة بحثية، يعني هي لم يتم نشرها إلى الآن. هو اليونسكو أو الهيئة اليونسكو لما بتعمل الاعلان او عن التمويل الباحثات، ده بيكون بنقدم فيه مشروعات بحثيه مش ورقه بحثيه مكتمله. يعني انا بقدم فكره مشروع بحثي، وفي لجنه تحسين بتختار من المشروعات البحثيه المقدمه، وهي احنا حاليا في مرحله تطوير البوليمر، يعني احنا شغالين فيه لسه، فهو لسه بحث غير مكتمل. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور آية عاطف، المدرس بكلية الصيدلة جامعة طنطا، وبنبارك لك كمان، إن شاء الله إن شاء الله تبقي كمان سبب في أنه يتم إيجاد حل لمشكلة حساسية الطعام لدى يعني مرضى حساسية الطعام. خلينا دلوقتي نروح مع حضراتكم ونشوف مشاركتكم على سؤال الحلقة النهاردة، هو هل بتساعد زوجتك في شغل البيت ولا لا؟ ولو ايه المهمة اللي انت بتعرف تعملها؟ طيب محمد همام بيقول صباح الخير عليكم من الوادي، صباحك زي الفل يا استاذ محمد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا، بما اني شيف مندي يا سلام، فبعرف اعمل حاجات كتيرة جدا وبساعد والدتي طبعا من غير تفكير، وان شاء الله لما اتجوز اكيد طبعا هساعد مراتي عشان رسولنا الكريم كان بيساعد اهل بيته. طيب في علي غباشي، دي مساعدة منك شخصيا والله. شيف مندي طبعا. علي غباشي بيقول صباح الخير، طابت جمعتكم، صباح الخير على حضرتك. بيقول الطبيعي انه راجل يساعد في البيت حتى لو بشكل غير مباشر، بحيث انه بيقضي الوقت اكتر في الشغل. انا احيانا كمان بساعد مساعده مباشره، يعني دي المساعده غير مباشره. في بقى مساعده مباشره بان هو بيعمل اكلات يعني غريبه في المطبخ، والمساعده في ترتيب البيت لما يكون في تغيير في شكل ووضع البيت، يعني بيساعد بشكل او باخر. طبعا كويس. عبير سالم الغريب بتقول صباح الخير عليكم، انا لسه ما اتجوزتش بس كنت بشوف ابويا الله يرحمه كان بيعمل حاجات في البيت لما تكون امي تعبانه واحنا صغيرين. طبعا المشاركه حلوه بين الزوجين، زوج اختي برضو بيساعدها، واصبح على امي واختي وبصبح عفوا على امي واختي، ربنا يحفظهم ليا وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه ليله الاسراء والمعراج وانتم طيبه وبخير. دي نقطه مهمه برضو جدا قالتها الاستاذه عبير، ان هي كانت بتشوف والدها بيعمل ايه الله يرحمه طبعًا. فبالتالي هي طالعه على نفس النهج. يعني في علي العميري بيقول طبعا اساعدها، وايه العيب في كده؟ في حياتها وبعد مماتها شلت الشيله كلها وتعلمت، وادي بربي ولادي زي ما كانت موجوده وعايشه معانا وهي حاضره معانا بسيرتها وفي قلوبنا يوميا، الله يرحمها ويغفر لها، جمعه مباركه علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. يعني ربنا يجازيك خير، واعتقد ان هي اختارت صح، وانت نعم الزوج الحقيقه، ويعني ربنا يرحمها ويصبركم ويطرح البركه كمان في اولادكم. عارف يا شاذلي لما تيجي تفكر فيها كده، الراجل اللي يقول لا انا ما ساعدتش في شغل البيت ومش موجود، فكر انه ممكن تكون بنتك هي الزوجه اللي احنا بنتكلم عليها في المستقبل. صحيح، وفكر في موقف زي اللي هو محطوط فيه دلوقتي، مثلا لو اي حد زوجته توفت مثلا هيعمل ايه؟ ده هيشيل الشيله كلها. صحيح، ده مش هيساعد، ده هو هيشيل، مضطر ان هو يشيل الشيله كلها على الاقل لفتره. فتخيل لو كان عندهم اطفال صغيرين او كده، فطبعا الموضوع هيكون صعب بكل تاكيد في البدايه. دي كانت مجموعه من التعليقات اللي جات لنا طبعا على سؤال حلقتنا، في انتظار المزيد دايما من تعليقات حضراتكم ومتابعتكم وتفاعلكم باستمرار على سؤال حلقه كل يوم.
كده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. كنا مع حضراتكم على مدار 3 ساعات، أنا جمانة ماهر وزميلي العزيز محمد الشاذلي وأيضا لميا حمدين. إن شاء الله صباح الخير يا مصر، هيكون معاكم بكرة من 7 ل 10 إن شاء الله. بشكرك يا جمانة وشكرا لحضراتكم على المتابعة وصباحكم زي الفل.